مرحبا بكم في موعد جديد من دوق 24. نتلقاو كيف العاده كما سنسناكم كل ما عنده علاقه بالتراث بالاصاله التونسيه يظهر معنا في بلاتو دوق 24 من خلال الفقرات نتاعنا، من خلال الضيوف، من خلال الاركان، من خلال المنتوجات اللي تكون حاضره معنا في البلاتو، والا الضيوف اللي يجيونا بالحكايه الزمنيه، يجيونا بالكناويت الاشعار والكلمات المزيانه، والا الغناء ايضا يكون حاضر معنا، والكل تراثي والكل شعبي تونسي 100%. وبعد شويه نبداو في استقبال اول ضيوفنا. الركن اللي استانستوا انه نبداو به ديما في ذوق 24، ركن موزايك 24، من خلاله تاخذوا افكار في الديكور مع نرجس الزغديدي. مرحبا بك نرجس الزغديدي، فتوح تحضر معنا كالعاده. اهلا وسهلا، مرحبا بك. يعيشك وبيك. نذكروا ساعه باللي كونتاكت ديما كيما عودنا المشاهدين، وبعد نحكيو في الثاني. دونك ينجموا مشاهدينا يتصلوا بنا عن طريق الادريس ميل كونتاكت at inside.tn، والا عن طريق باج فيسبوك انسايد. باهي، نستغل الفرصه باش نقول احنا زاد عندنا باج فيسبوك ذوق 24، اذا كان عندكم اي افكار والا اذا كان عندكم اي ملاحظات تلقاو زاد البرنامج نتاعنا اللي ما تفرش برشا، يبعثوا لي يقولوا لنا نحبوا نعرفوا الحرفيين، والا نعاود نشوفوا حاجات راهو على باج نتاعنا فيسبوك ذوق 24، تنجموا تلقاو كل المعلومات. باهي نرجس، المره فاتت بدينا نحكيو على الفخار. اي اليوم باش نكملوا نحكيو جوستومون على الفخار. لوتر فوا حكينا على الفاسوناج نتاع الفخار، شفنا كيفاش les différentes techniques اللي نجموا نستعملوهم بالنسبه للفاسوناج. اون بريف نذكروا جوست اللي حكينا على المودلاج، حكينا على المولاج، التكنيك نتاع البلاك، كيف كيف حكينا على التورناج والكولومبان. فوالا دونك اليوم باش نشوفوا ليتاب اللي بعد الفاسوناج اللي هي الكويسون، كيفاش نطيبوا الفخار، وشوفوا الكوتي ديكور واللي هي زاد قاعده التقليديه مع طريقه تطيب فيها الفخار. فما جوستومون فما زوز طرق. فما الفوغ، يا اما الفوغ التقليدي اللي مازالوا توا يستعملوه. نجموا نشوفوا ديجا الشيما جبتوا يورينا الفوغ التقليدي اللي هو معناتها فوغ ابوا. هذايا الشيما اللي هي فما اون غون بارتي منه تكون سوتيرين كيما توضح لنا الشيما، وبارتي كيما عباره على بيت فوق الارض معناتها اللي فيها يتحطوا لي بيس. هذايا جينيرالمون يستعملوه. نجم نشوفوا الدوزيام اكزامبل زيد دوزيام فوتو اللي هي ليكزامبل غيال نتاع الفور ابوا معناتها باللوح يخدم. دونك هذايا مازال مستعمل لحد الان في تونس، موجود. هذايا يستعملوه جينيرالمون لي بيس الكبار كي نحكيو بايزو. فما دي اتوليي ما يخدموش لي بيس صغار، يخدموا باغ اكزومبل كاين القلل. هما لي اتوليي يفرق معناتها جينيرالمون اللي يخدم لي بيس الكبار ما يخدموش لي بيس صغار، كيما باغ اكزومبل نابل معروفه تخدم توسكي بيس صغار في الكوتي نابل، اللصحنة، توسكي معون نتاع كوجينا، توسكي ديكوراسيون. القلل كيما قلاله باغ اكزومبل معروفه بلاصه مزيانه برشا. دونك فوالا يستعملوهم التوا كما قلنا. سينو فما ان دوزيام تيب نتاع فوغ اللي هو فوغ الكتريك، نجم نشوفوا من خلال العصري نجم نشوفوا من خلال ليكزامبل الصوره المويليه. دونك الفوغ الكتريك نلقاو فيه بلوزيور ديمونسيون، نجم نلقاوه ينجم يكون صغير ولا متوسط. هذا جينيرالمون نحطوا فيه لي بيس اللي يكونوا لي ديمونسيون نتاعهم مش كبيره بيان سور. هذا اللي اقل تعب. وي لافونتاج نتاعو سورتو بون ما نجموش نحطو دي غروند بيس، هذاك الانكونفينيون، مي لافونتاج نتاعو اللي هو نتحكمو في التمبيراتور فولو معناتها بالضبط كيما نحبو احنا. كي نحكيو خاطر في لي كويسون عندنا فما يا اما تصير تطيب القطعه على مره واحده ولا على زوز مراحل. كل مرحله عندها تمبيراتور معينه. التمبيراتور نتاع المرحله الاولى تكون اقل من التمبيراتور نتاع المرحله الثانيه، اللي هي نحكيو تمبيراتور نحكيو او تمبيراتور
بلوس كو 900 دغري هنا نحكي فوالا دونك نجمو نشوفوا في ليكزومبل هذاك تخرجنا القطعه تسمى شوات فوالا ومن بعد نجمو نعملوا عليها تسيب تسمى شوات تسمى شوات فوالا نجمو نخليوها اليتا ناتوريل والا كيما هكا تدهن تتزين اللي هي زي بدهينة عاديه نجمو نلقاها في المكتبات نجم حتى مش ان بروفيسيونيل معناتها واحد مراه باغ اكزومبل مغرومه بالديسان في دارها تنجم تلون القطعه كيما تحبها هي القطعه كيما تحبها هي مي هذايا ما نحكيوش على حاجه نتاع ميك لا باغ اكزومبل ما نحكيوش على كيس ما نحكيوش على صحن نحكي على دي بيس ديكوراتيف فوالا سينو نجمو نشوفوا ليكزومبل الموالي اللي هو ليكزومبل الموالي توا نحكيو على لي ماياج هذايا عنده بلوزيغ تكنيك نتاع خدمه التكنيك الاولانيه هذايا اللي نشوفوا فيها توا هذايا تسمى ترومباج هذايا ترومباج معناتها نشدوا القطعه نغطسوها في بان نتاع ايماي والايماي هذايا من بعد يطيب دوزيام كويسون اللي حكينا عليه قبيله شويه يطيب في الفور ويولي الايماي والسيبور يولي اون ديغي قطعه واحده معناتها مش كيما البانتور الاخرى اللي تنجم تتقشر تنجم تبدل لونها تنجم تبلح هذايا تقعد معناتها الايتا نتاعها يقعد كيما هو كيما هو فوالا هذه الطريقه هذه نستعملوها بالنسبه للي بتيت بياس سينو معناتها نشدو ديجا بالبانس يغطسو نجمو نشوفو ليكزامبل نتاع شنجمو يخرج لنا نجمو نشوفو الصوره المواليه لو تخرج لنا القطعه اوموجين كولور اوني اوموجين كان نجمو نشوفو ليكزامبل فوالا كيما باغ اكزومبل الكيسين نلقاو فيهم بلوزيغ كولور فاز باغ اكزومبل هذوما لافونتاج نتاعهم اللي هما صحيح نستعملوهم كوم كيس مي نستعملوهم زاده بور ديكوري كيما هذاك لزينه نجمو باغ اكزومبل في بوكوا با معناتها كي نحكيو على كوجينا باغ اكزومبل نحطوا دي زيليمون او فيهم الفساد نتاعهم تكون فيتري وراهم نحطوا الكيسين منهم باش يتخبي ومنهم باش يقعدوا معناتها يزينوا يزينوا بما انهم فيهم لي كولور حاجه مزيانه تنجم تكون معناتها اون هارموني مع لي اكسسوار نتاع الكوجينا ولا زاده في نفس ليكزومبل ليكزومبل في الصوره من لوطا اللي شفناه فيه هذاك معناتها فورما نتاع ورده فوالا هذيك تبدا نجمو معناتها دي كومبارتيمون نحطوا فيهم باغ اكزومبل فروي سيك كل كومبارتيمون نحطوا فيه نوعيه من الفروي سيك وقت اللي ما نستعملوهش نجمو نخليوه فارغ فوق تابل سالا مونجي وتولي معناتها في فوا دوبجي ديكوراتيف ايوا فوالا سينو نتعداو ليكزومبل الموالي اللي هو كيف كيف ترومباج مي ترومباج بارسيال اللي نجم يكون كيما نشوفوا على يسار الصوره دونك ما يغطسش الكل القطعه ما نغطسوهاش كلها في البان نتاع لي ماي اون بارتي اللي حشنا بها نعملوا فيها لي ماياج والبارتي الاخرى كيما نشوفوا ليكزامبل هذاك البارتي اللوطانيه اللي اون نوار في ايماي والبارتي الفوقانيه بالاكسيد دونك نجموا معناتها نختاروا ان فراغمون كهو نعملوا فيه لي ماياج لي ماياج فوالا سينو نتعدى التكنيك واحده اخرى اللي هي البولفيريزاسيون اللي هذه تكنيك كان توضح لنا ليكزامبل اللي واضح لنا اكثر فوالا هذه بالبيستولي تخدم دونك البيستولي يبدا القطعه تبدا تدور وبالبيستولي نعملوا لها لي ماياج نتاعها هذه جينيرالمون نستعملوها برشا في القطايع الكبار معناتها نحكيوا لي غراند بيس كيما نشوفوا ليكزامبل الموالي كان ممكن نشوفوا ليكزامبل الموالي دونك معناتها كي نحكيوا باغ اكزومبل لي جار الكبار اللي نحطوهم نستعملوهم جينيرالمون على الاكستيريور كيما هذيا أيوة. ما نجموش هذيا نغطسوها في بان نتاع ايماي دونك نوليو بالبيستولي تولي خدمه سهله تولي سهله بالنسبه لل واضح فوالا نشوفوا لي زيكزامبل نتاع القطايع هذوما اش نجموا نلقاو بهم فوالا كيما هنا نحكيو جينيرالمون في الاكستيريور نحكيو على دي جار كبار على حرف البيسين على الغازون والا في اونتري نتاع دار دونك نلقاو لي موديل هذوما بالكولور هذيك سينو نتعداو للتكنيك واحده اخرى اللي هي بالبانسو
تو سامبلومون. كيما نشوفوا لازم برشا وصعبين فوالا لازم يكون واحد ارتيست فوالا سيرتو خاطر فما ان ديسان والا ان موتيف اللي باش يتعاود يلزم في ناس كبيره. دونك هذايا يصير معناتها نحكيو باقي على ايماياج وان باراليل بالاوكسيد نجمو نزينو نعملو دي موتيف بالاوكسيد ويعطينا افي مزيان. وهذا ما يتفسخش معناتها كسوا نكرو فيه ولا حاجه ما يتفسخش. علاش ما يتفسخش؟ خاطر بعد ما تصير معناتها ليتاب نتاع ايماياج تعاود تدخل الفوغ وتعاود تطيب في درجات عاليه بالكدا معناتها لا فيكساسيون ما عادش تتنحى. تولي ان سول كور اللي هي بلوس كو 1200 دوغري معناتها نحكيو هنا. نشوفوا ليكزومبل الاخراني اللي هو فوالا القطعه هذيا صارت معناتها صار فيها ايماياج ونشوفوا الموتيف اون نوار ومن بعد نزيدوا نشوفوا كانه طبيعي اللون معناتها كانه بلون ونوار فوالا ومن بعد نزينوها بورد النرجس باغ اكزومبل. ورد النرجس وانت نرجس فوالا ونتحصلوا على معناتها اكزومبل باغي يكون تكون قطعه مخدومه بالبوتري اللي هي حاجه في الارتيزانا نتاعنا ديما متواجده وان ميم طون تكون مودرن معناتها كيما ليكزومبل هذايا معناتها لمسه مودرنيزي ديزون. هكا جبت لنا الفخار معناتها بديناه ملي كيفاش يتحضر وكيفاش يتعمل حتى شليني وصلنا كيفاش يتزين وكيفاش نجمو نحطوه في الديكور نتاعنا. يعطيك الصحه نرجس اكيد ديما تحضر معنا ان شاء الله في الحصص الجايه قدرة ربي. خلينا نواصلوا في ذوق 24 وعودنا للا البيه المراه التونسيه انها تدلل علينا نعطيوها لي زاكسيسوار الحاجات اللي نجمو يعطيوها الاضافه المزيانه في الافراح نتاعها بعد شويه مع امينه النفاتي في للا البيه. أمينة تفضل معنا. مرحبا بك أمينة. يعيشك ندى. مرحبا بيك يا للا. كالعادة جيتنا في للا البيا الركن هذا برشا ناس راهو يستناو فيه الحقيقة معناتها نبلغك تحياتهم وفرحانين. جيني برشا آراء إيجابية على الفيسبوك والحمد لله. أنهم حابين الركن وحابين هالحويجات اللي نقدموا فيهم التونسية اللي تعرف المرأة معناتها التونسية شخناقة تحب الحاجة المزيانة. أنا ندللوا فيها. أنا ندللوا فيها يا سيدي. والله سي ريسيبروك ندى حتى أنا الحق لقيت اقبال برشا من العباد فرحانين يتبعوا في البرنامج الحمد لله يا ربي. فما نجاح نحس الحمد لله لاباس معناتها العباد تحب ليميسيون تستنى فيها كل حد باش تشوف شنو فما جديد. دونك انا نسعى وكل مره باش نجيبوا لهم حاجه جديده حاجه تفرحهم ان شاء الله. اليوم تكون اطلاله خفيفه ونافعه يلقاو فيها حاجه يحبوا عليها حاجه اللي يفركسوا عليها خاطر الله غالب المراه التونسيه بخيله شويه راهو. دونك انا نوصلوا لها في كل شيء ولا عندها نوصلوا في ليزادريس ولي زيدي وانا بحذاها معناتها. باهي هيك ما دامنا بحذاها تويكا هيك نعطيو اليوم شنو واجبنا نشوفوا حاجة مزيانة في البلاتو. اي اليوم اخترنا تو سكي ما يهم سال دو بان هذا. سال دو بان. تو سكي نجم يكون يتحط في سال دو بان حاجة مزيانة حاجة ناتوريل وكيف العادة داخل عليها اللافة التقليدية نتاعنا اللي ما يلزمهاش تغيب معناتها. اي. هنايا باش تلقى حاجات مودرن وتقليدي مع بعض معناتها موجود زوز مع بعض. هات نبداو نقدموا باغ اكزومبل هذا اللي بجنبك هنايا هذوما دي باكالانج بوبيل وبانيي نتاع لي سيرفييت هذوما يتحطوا في لي سال دو بان. الماتيغ بروميير نتاعهم هي الغوطان معناتها حاجه ناتوريل. التيسيو نتاعهم الداخليني روبوست معناتها ينجم يتغسل خاطر تعرف سال دو بان دونك حاجه باش نغسلوا نحيوا ديما. ديما اكيد حاجه اللي تغسل قد ما تحب ماهوش باش يتبدل حتى شيء. اي ريزيست لندي في معناتها لوميديتي في سال دو بان تعرف كمان فما برشا ندي في سال دو بان ما يجرى له حتى شيء كيما تاخذ وكيما يعيش معاك. يقعد لاباس عليه والماتيغ التقليديه هذه من قديم الزمان قاعدين يخدموا بها معناتها موجوده قديم وصحيحه من نجموا نستعملوها وما يجرى لها حتى شيء. ما يجرى لها شيء كيما نحطوها كيما تقعد حتى تعيش معنا الولد الولد باهي نجموا نورثوها معناتها ما يجرى لها حتى شيء معناتها خدمه صحيحه وخدمه 100% ناتوريل ما فيهاش غشه لاباس. ما الحمد لله ما دام الغشه ما فماش راهو ما دام ما فماش لاباس. هذوما نشوفوا انسومبل كامل معناتها هذوك يتباعوا اون تخوا بيس. فما اللي يقول لك عندي سال دو بان صغيره مثلا والا امتي دوش ولا حاجه تلقى غاديكا في الاصغر تاع الاصغر معناتها ديزاين اخر هذيك في اللوفال هذا في الغون وتجم تحطه في اسباس اقل خاطر هو اصغر اصغر, أصغر من هذا. ايوا ما عندها فما اللي عندهم سال دو تلقى فيها جوست دوش كهو معناتها تلقاها صغيره في الحجم
وهنا على ذمة الحريف راه في لي ديمونسيون هو يدلل وهو يقول لك تجم اصغر تجم تكبر تجم تبدل الفورم تجم تبدل لاكولور دونك هذا الكل متاح نجمو نعملوه معناتها لاتولي تاع دوسة مرحبا بكم فما حتى مشكل اللي عنده فكره نجمو ننفذوها نبدلوا لي كولور نبدلوا الكبر نبدلوا ديمونسيون معناتها الماتيغ هذه بخاتيك تنجم تعمل بها اللي تحب انت تشكلها كيما تحب بها اللي تحب معناتها وفي لي كولور نتاع تيسيو ديجا ما عندنا شو انا دي ساعات يجيك كليون يقول لك سال دو بان تاعي غوز بلو فيغ اللي يحب هو نعمله موجود معناتها والتغيير نتاع الكولور وين يكون؟ هل انه يكون في الدخلاني هذيك وفي الزينه اللي نشوفوها ديكوراسيون هذيك ولا يكون في الماتير هذيك معناتها اللي تسمى الغوتان قلت لي؟ غوتان غوتان في حد ذاته معناتها يتم تلاؤه ولا كيفاش؟ ينجم يكون في الاثنين في المثال هذا اللي بحذاك هذا ناتوريل ندى والتيسيو زاد ناتوريل كولور نوتر هنا تنجم تبدل التيسيو اللي تحب. اي باغ اكزومبل في اللي بجنبك من غاديكا هذيك هو بيدو ومدهون في البلون. ايوا هذا اللي نشوفوه هوني على يميني هذا هو بيدو مدهون في البلون ماهوش ناتوريل هكا هذاك ماهوش ناتوريل هذاك مدهون في الابيض ندى. ايوا كيف ما ينجم يتدهن في اي كولور انت تحب عليه معناتها نجموا ندهنوا الالوان اللي نحبوا عليها ونشوفوا هوني حتى دخلين يكون اسورتي معناتها يتمشى مع الابيض. دونك غاديكا عملنا اختارنا غوز وغري ونوار تنجم تختار كما قلت لك الكولور اللي تحب عليه معناتها موجود بيسك لو بلون ساعه يتركب عليه كل شيء معناتها في الديكوراسيون هذيك نجموا احنا نبدلوا اللي نحبوا عليه. نجم قلت لك متاح متاح كل شيء مع امينه كل شيء متاح كل شيء نجموا نعملوا ليسونسيال الحريف يمشي فرحان والمشاهد نتاعنا زاد يمشي فرحان هذا الهدف نتاعي انا ونتصور انت زاد اكيد اكيد ديما نقدموا حاجه احنا للمشاهد نتاعنا اللي هو فيما بعد باش يكون حريف للصنعه التونسيه هذا شنو هدفنا باش تقعد حياه باش تقعد حياه خاطر الصناعه التقليديه يقولوا تعاني معناتها من قله الرواج التونسي ما يقبلش عليها برشا راهو فما حاجات وما نتصورهمش غاليين ياسر معناتها لدرجه التونسي يمشي يشري البلاستيك من لي غراند سيرفاس وكل ما تصورهمش في الفالور والزينه نتاع الحاجات يشري البلاستيك يشري الحاجات اللي ماهيش حتى صحيه معناتها حتى ساعات انت كمان نادي سال دو بان يدخلوا لها صغيرات راه صحيح صحيح معناتها ينجم راهو يمس ينجم يحط معناتها حاجات فيهم حاجات دي توكسيك معناتها مش كيما تحط حاجه ناتوريل 100% في دارك تضمن صحتك وصحه اولادك وصحه الصغير صحيح وحاجه مزيانه حاجه ما تموتش ديما نقول الارتيزانا ما يموتش راهو حاجه اللي تشريها تقليديه قد ما تقدم قد ما باش يزيد قيمتها باش يولي عندها باش يولي عندها فالور معناتها نحاولوا شنو انا رايي نحاولوا نعملوا حاجه مزيانه وتقليديه وزيد نقلوا التكلفه شويه على على الحريف على الحريف اهم حاجه الدنيا صعبه ندى ويلزمك تلقى حاجه مزيانه رابور كاليتي بري معناتها مقبوله معناتها تنجم في الحاله هي في الكا هذايا اللي جبناه ولا الموديل اللي جبناه ماهوش ماهوش غالي ماهوش مقدور عليه هكا قلت لكم تعمل لكم ريميز خاطر دوق 24 زاد مرحبا بها ما قلت لك لا تقول لها دولا بارد دوق 24 تعمل لكم امينه ريميز مرحبا ما فما حتى مشكل يعيشك بي هات نمشيو تويكا للي بعد بي اللي جوست بجنبك نادي هذوك هذوك دي سيرفييت معناتها انا دخلت عليهم توش ارتيزانا معناتها هما سيرفييت عاديه نتاعنا اما بالحايك معمولين توا غاديك اللي في الكوفخي هذيك بحذاك بالحايك معناتها معناتها الزينه تكون بالحايك يعطيك الصحه توش ارتيزانال موجوده والمنشفه نستعملوها كوتيديانمون كل يوم اكيد والحايك زيدا ايديو معناتها كي باش تحطوا مع منشفه خاطر برشا يقول لك يا اخي المنشفه رانيش نغسل بها وجهي كل يوم باش نغسلها كل يوم الحايك راه ما يتهلكش ما يجرى له حتى شيء معناتها بركل على حاجتنا التونسيه معناتها معناتها صندي 100% ما يجرى له حتى شيء تحط في الماشينه لافي تغسل بيدك حتى شيء ما يجرى له كيف ما تاخذه وديما تقعد مزيانه معناتها نحبوا احنا وقت نحطوا حاجه اكيد للاستعمال لكن للزينه خاطر يدخلوا عباد يجيو بحذا الناس يدخلوا ديما يلقاو حاجتنا مزيانه ومبهرجه. والله حتى كوم كادو دائما معناتها برشا استسحبوها سامحوني. عجبتهم الفكره ككادو معناتها فكره مزيانه وبخاتيك معناتها اللي باش تهدي له حاجه راهو باش يستعملها صحيح. ومش غاليه ومزيانه ومزيانه معقوله دونك هذايا اللي نقولوا نحن كاتخونا مش هذوما كاتخونا ولا هما اكثر فما اكثر موجود هذيك اللي بحذيك في المينياتور الصغير هذوك جوج دو سيرفييت معناتها نتاع الوجه وعندنا هوني في الكوفخي الكبير تلقى سورتي دبا معناتها في الكرون موديل نتاع اي الكاب دبا نقولوا احنا يعطيك الصحه مي سبور شويه انا دائما انت بخاتيك ماهوش كبير يتحط فيه نتحب خفيف معناتها ورهيف
معناتها باش نجمو ديبلاسي وباش نمشيو نخرجوا ما نقعدوش نلوجوا على بلاصه في الفليجه ومش نحطوا الكاب دو بان تاعنا. اي اللي ساعات لازم فليجه وحده معناتها تاخذ من برا حاجات مستورده تلقاها معناتها كبير هذايا معناتها بخاتيك ومنظره مزيان وما ياخذلكش بقعه وين تنجم تمشي وين معناتها وين تنجم تمشي تهزو معناتها تلقى فيه زيد سيرفيت اخرى صغيره فيه لو غون دو تواليت فيه الباندانا نتاع الشعر نستحقوها برشا 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 نحن شعرنا وتلقى فيها البونتوفل معناتها اللي باش تخرج بيه من الحمام كيف كيف صغير زيد هو وخفيف وبخاتيك غادي كاسامبل هوني كان نجم نمد لك نادي الموديل اللي بحذايا ايوا البونتوفل دخلنا عليه الخمسه الخمسه ايوا ديما الخمس واحد يعطيك صحه هذايا معناتها دخلنا توج ارتيزانال في الـ في الـ في البنتوف. في البونتوفل شنو الماتيغ اللي مصنوعه منها الخمسه؟ الخمسه هذايا ميتال مغطسه في النحاس ايوا باش كي تتبل تقعد لبس عليها لا تصدد لا حتى شيء معناتها ما نجموش نعملوها نحاس كلنا دي خاطر رزينه شويه بشويه غاليه دونك هو ميتال اما نغطسينو في النحاس باش يعطي منظر مزيان وما يصددش وما يكحلش ويقعد منظر ديما اللي احنا حاشتنا به مش لازم تكون حاجه غاليه معناتها اللي تغلي علينا الثمن تاع القطعه معناتها هنايا خاطر السورتي دو بان هوني فيه الخمسه ايوه هو بيج بدوغي فيه الخمسه عملنا غابيل هنايا للبانتوفل باش يبدا اسورتي معناتها يبدا منظره مزيان حتى الكوفخي معناتها من بعد اتوليزابل راهو معناتها ينجم يقعد بدلنا ديما جينيرالمون تشي كاب دو بان في باك وبعد الطيش وما عندك ما تعمل به لهنا لا ديما نقولوا ونعاودوها في ركن ليله البيض و 24 راهو كل شيء مستعمل شيء ما يتلوح شيء ما يتلوح معناتها اي خاطر يلزم انا نقول يلزم العبد يحس فلوسه اللي يدفعهم راه اي صحيح دونك دفع فلوس في حاجه مزيانه وباش تدوم تنجم تدوم وتقعد باش تقعد له يعطيك صحه هو ساعات واحد يجي يشري حاجه مزيانه ومن بعد يقول لي انت هذه شو استعملها يعطيك صحه شويه وبعد يلوحها ويخزر للسوم يقارن دونك تلقاه يهرب من القطعه بالطريقه هذه حاجه باش تدوم دونك اوتوماتيكمون ينجم يشريها يعطيك مرتاح صحه انا نقول في الباك اللي تشري يعطيك صحه ما فيه حتى حاجه باش تطيش في أيوة. حدا حاجة ماكش باش تستعملها معنا الكل باش نستعملوه الكل باش نستحقوا له والكل باش يدو باش يدو باش يقعد لنا مدة حاجة اللي باش نستعملوها شوية وتمشي على روحها لا باه الديمومة ولي كولور كيما قلت لك نادرة ولي كولور موجود للوين الكل سولو الحريف سولو الحريف شنو انت اليوم اخترت لنا حاجات على الكليغ هكا نصور عملنا البيج دوغي وعملنا الغوج بالبيج خاطر الغوج توندونس توا وهو حلو ديجا اي خاصة الغوج ومع البيج يعطي حاجة مزيانة يبدا حلو معناتها وجينيرالمون البيج دوغي مطلوب ياسر ياسر يحبوه كلاسيك نوتر سورتو اللي باش يشري كادو يقول لك ما نعرفش ذوق انا باش نعمل له سوربريز مثلا هو كاينين كونو البيج دوغي سيغ هو باش يعجب باش يعجب الناس الكل معناتها اما الالوان متوفره معناتها هذا البرانسيب اللي هو البيج دوغي وليزيكسيبسيون متوفرين انه كل واحد حسب ذوقه شنو يحب موجود نادي موجود هذو من القطعات اللي جبتهم لنا اليوم وهذيك باغ اكزومبل حبينا ندخلوا الكويفر مارتولي الكويفر مارتولي اللي هو مزاج الحضور معنا موجود في برشا حاجات غاديك عملناه بورت سيرفيت فيه لي سيرفيت معناتها تحطهم في سال دو بان يعطيو منظر ياسر مزيان وما يجرى له حتى شيء بتبيع على الكويفر في نرجع خاطر ديما سال دو بان فيها لوميديتي دونك اون شيرش حاجه اللي تقعد ما يجرى لها حتى شيء وان بلوس منظر مزيان نادي معناتها يلعب دو زون بيس ديكوراتيف في سال دو بان وانت حطيت فيه لي سيرفيت نتاعك حطيت لي سيرفيت تستعملهم تنجم تحط فيه راه بابي تواليت تنجم تحط فيه برشا حاجات هكاك الكليون هو تنجم حتى في مناسبات اذا كان عندنا مناسبه في الدار ناخذوا قطعات هكا نخبيهم وقت تبدا عندنا مناسبه مزيانه نجم نخرجوهم ونزينوا بهم ونبدلوا معناتها حتى اللوك نتاع الدار تكون فرحه اكثر يظهر لي كل شيء مبدل يبدا بيان سور به هذو ما لي بيس اللي حبينا اليوم نقدموهم اليوم حبينا نعملوا لهم توسكي ما يهم سال دو بان توسكي ما يهم لي سيرفييت ان شاء الله المره الجايه نلقاو لهم فكره اخرى ان شاء الله هما فرحانين ساعه هذه اللي هو الفكره عليك وتقديم الماتيغ علينا عليك احنا معناتها هي فوالا احنا قاسمين لي تاش ان شاء الله هيكونوا فرحانين وان شاء الله نلقاو لهم افكار جديده ان شاء الله يا رب ان شاء الله ديما المشاهد هذه وان شاء الله ديما الصناعه التقليديه نتاعنا في العلالي هذا اللي نتمناوه امينه يعطيك الصحه شكرا لك حبيت نشكر المسيو نتاعك اللي هو كل جمعه يجي معاك ويقعد مسكين يستنى ويوسع في باله حتى تكمل امينه تصور شكرا لك امينه شكرا لكل من قاعد يتعاون معنا في البرنامج هذايا نتعداو ضيوف اخرين اكيد باش نحكيو اكثر على الصناعات التقليديه على ليزيفينمون في تونس ونشجعوهم اكثر فاكثر بعد شويه في الركن الموالي نستقبلوا مدام نورة علوي رئيسة جمعية هوية مستقبل وتراث أهلا وسهلا مرحبا بك مدام نورة
مرحبا بك، سعيده جدا باستقبالك في البلاتو. يعيشك. سعيده، علاش نقول سعيده جدا؟ على خاطر انك جيتني جيت بحذايا واتصلت بيا وقلت لي راني انا نحب الصناعات التقليديه، اما الحقيقه كي قابلتك زدت حسيت اكثر. تصوروا انسانه توصل تبكي على وضعيه الصناعات التقليديه، تحب ما عندها تطلع بها وتحب تقدمها اكثر، وقاعده تحرك اكثر ما يمكن. بالحق نحيي فيك الروح هذه. ان شاء الله كل امراه تونسيه كيفك، انت امراه مثال، وان شاء الله نخلطوا ان ديما نكرموك في البرنامج بتاعنا. الله يبارك فيك. يعيشك. الله يخليك. به انت ناشطه في الجمعيه هذه، هذه جمعيه كنت انت بعثتها؟ اي. نظرا لاني كنت نخدم في منظمة عالمية تعمل ميكرو كريدي، تأكيد برشا بالحرفيات في كامل الجمهورية. نقولوا جمعية إنداء اللي هي من الجمعيات اللي تعطي برشا قروض وعمل برشا حرفيات. الحمد لله الفضل يعود لها باللي أنا عندي الإكسبيريونس هذية. احتكيت برشا حرفيات وحرفيين، عشت المعاناة نتاعهم، شفت شنو المشكلة نتاعهم. كانوا يخدموا باش غيرهم يطلع وهم قاعدين التجار يقعدوا ديما مغمورين في العصبه ولا داخل البلاد. جات الفكره بعد ما تركت الخدمه نتاعي في الجمعيه في اندا، جات الفكره انه نبعثوا جمعيه تعنى بالتراث المادي ولا مادي، تسكي ارتيزانا، يعني تسكي حرفه وتسكي حاجات معنويه. ايوه. باهي، جات الفكره انا باش نبعثوا جمعيه هويه مستقبل وتراث. اللي حددت فيها انت خبرتك الكل. حددت فيها خبرتي، وحاولت اني باش اللي معايا حبيتهم يعيشوا اللي نعيشوا انا، الحب اللي عندي انا حبيت نمرره لهم. اي. بدينا بشويه بشويه، اول ما بدينا اول عمل لينا احنا البعثيه، الجمعيه تبعثت في نهار 30 مارس 2015، جديده مازالت جديده. شاركنا في اول تظاهره هي في الفورم سوسيال مونديال اللي صار في المنار الكومبيوس. شاركنا بالمعرض. هذوما الصور قاعدين نشوف فيهم، قاعدين يمروا على الشاشه، هذه المشاركه نتاعكم؟ هذه مشاركه في المرسى، معرض المرسى. المعرض المرسى هذيك حرفيه من سجنان. شوفوا حاجات مزيانه. حاولنا ان في المعرض هذا في المرسى حاولنا باش نجمعوا حرفيات من داخل الجمهوريه ومن البلاد. هذيك سي محمود غرسله مندوب بالصناعه التقليديه تونس، ولاية تونس. اي كان حاضر. جاء وشجعنا في يوم الافتتاح. به نكملوا نحكيوا على الجمعيه هذه. قلت انت حبيت تجمع فيها الحرفيين. اي، حبينا كل ارتيزون مش قاعد المنتوج نتاعو يوصل، نحبوا نوصلوه حسب الامكانيات نتاعنا احنا. امكانياتنا. ايوه. انت معناتها ما حبيتش الارتيزون يكون في معامله مع التاجر اللي جينيرالمون يشري باثمان بخسه معناتها. صحيح. ويبيع هو باثمان غاليه. أي. سولون هو يكون في بلاصه غاليه والا في مناطق سياحيه ولا غيرها. حبيت الارتيزون معناتها يكون من المنتج للمستهلك. صحيح. أيوة. خاصه انه برشا حرفيين تركوا المهنه على خاطر الحاجه هذيا. تلقى قداش ما مره نطلع في تاكسي نحكي معاه هكا يقول لي انا كنت نعمل في الفضه، انا كنت كذا. نعطيك مثال. وهجر المهنه معناتها. هجر المهنه على خاطر ما عندوش باش يشري الماتير بروميير، ويلقى حتى كي يشريها غاليه التاجر يشري عليه بسوم رخيص. بسوم رخيص اللي هو ما يخلصوش بالطبيعه. قلت لك نعطيك مثال عن السيد اللي عامل ليكري في الكاليس هذاك في الدندان. اي. هذاك مشيت اخر مره باش نستدعاه باش يحضر في المعرض نتاعنا، نكتشف انه هو مسكاجي، معلم نتاع السكاجيه. ايوه. اللي هي هذيك التريز نتاع الجلد. تريز الجلد حاجه مزيانه وحلوه. أي. وزمنيه معناتها. اي، هو اخوه حانوته هكا صغيره في الدندان وحاط الكاليس لبرا ويكري فيه ويخلى على الصنعه نتاعو. وحتى ما مررهاش لعباد اخرين. صحيت. هو ورثها اب عن جد. ايوه. كي حكيت معاه احنا في البروجرام تاع الجمعيه ان شاء الله قاعدين نعملوا في دي كونتاكت مع لي فويي ودور الشباب باش نحاولوا ان تعرف انت ازمه البطاله في بلادنا. صحيح. فكرنا علاش كجمعيه ما نحاولوش ان نعلموا الشاب والشابه التونسيه حتى ولو حتى في الليسيات حتى. أيوة. للاطفال تدخل معناتها في التعليم. صحيح. نحاولوا نعلموهم صنعه، والصنعه هذيك في وقت العطله هاكا يمارسها
فهو باش يقعد وفي وقت حصل له تخرج وما لقاش وحده على الاقل هكا هذيك ينجم. فما ورشات والله في عديد البلدان معناتها الاوروبيه في الخارج عندهم معناتها الورشات ابار القرايه يعلموهم يا اما باتيسري يا اما نجاره يا اما مش على الاقل اذا كان واحد ما توفقش في القرايه اما يلقى صنعه معناتها يكمل بها حياته ويتوسع فيها. الحق لقيت استجابه في فويي باردو اتصلت بالمديره وقالت لي مرحبا بك ونجا نعملوا برنامج. كذلك زاد مديره دار الشباب راس طابيه قالت لي مرحبا بك زاد قالت لي نجموا نسقوا مع بعضنا مش في حتى في الارتيزانا حتى توسكي على خاطر نحبوا زاد الاسطنبيليه الحاجات القاعده تندثر بشوي بشويه نحبوا نرجعوها ونحبوا نخليوا شباب يمارسها فهمت وكل الالعاب نتاعنا قبل الخربقه والحاجات هذيك اللي قاعده وسيق وغيره من الالعاب التقليديه نحبوا نفضوا عليها شويه غبره ونخرجوها من الوجود ونرجعوها. الى اي مدى تحس روحك قاعده تتوفق معناتها؟ والله سهلة ماهيش سهلة خاطر انا الوضعية اللي ريتك فيها وانك توصل تبكي معناتها صعيبة تاع انسان يحب يعمل حاجات اما ما وصلش صعيبة. نعطيك مثال تو المعرض اللي ريته تاع المرسى انا كنت ننتظر احنا عملنا معرض وعملنا حاولنا انه بامكانياتنا امكانيات البسيطه نتاعنا والبارتيسيباسيون تاع المشاركه نتاع الحريف اللي هو ساعات تصور يقول لك ياسر عليا انا نجي من بلاد لبلاد نزيد نخلص الكوطا هذيك ياسر عليا بامكانياتنا البسيطه ما نجمش نعمل بوبليسيتي. حاولت اني اتصلت بعض بعض المسؤولين والهيكل معناتها اللي مسخرها الدوله من اعلام ومن واحد لكن ما لقيتش الصدى. المندوب الثقافي يجي انا استدعيته باش يعمل افتتاح ابسط حاجه يجيب معاه مرافقه على الاقل باش اعلان على الاقل جاء وحده بعد تو على الاقل تظاهره يحكيوا عليها باش نحاولوا ان نعرفوا بالمنتوج. جاني صحفي من الصباح مشكور لكن الارتيكل وقتاش هبط تو الجمعه التالي بعد ما كملت التظاهره بجمعتين ولا بثلاثه. هذه الاشكال معناتها في التسويق للتظاهرات التونسيه اللي هي فيها تحمل صنعه التقليديه التونسيه مش اي حكايه صحيح معتها. احنا نسعى نعطيه كل ما عندنا وصدقني نقولها بصدق نعطيه كل شيء نعطيه من الصحه نعطيه من الوقت نعطيه من كل شيء نسعى اني باش نحاول اني نربش نجيب حاجات جديده نعرفوا بها لكن اعطيني بركه عاوني شويه ما قلتلكش لا يعني حتى ماديا نحاولوا ان اي ما على الاقل ان نسوقوا لتظاهرات نعرفوا بهم خاطر هذوما فيهم الارتيزان التونسي معناتها وخاصه انه الهدف نتاعنا انه نحاولوا نقربوا الارتيزان من المواطن التونسي ونعيشوه المنتوج التقليدي نتاعنا المنتوج التقليدي ونعيشوه تراثنا. تصور انت تو تجي للطفل الصغير تقول له ما نعرفش انا خربقه ما يعرفش اكيد بالنسبه لي كلمه تنجم تكون مضحكه كريمه وتقول له مثلا شكوى ولا حاجات من حاجاتنا القديمه ما يعرفش وما نجم نعيشوا الحاضر نتاعنا ومستقبلنا كان الا اذا وقفنا على الماضي وربشنا فيه مليح. صحيح خلينا نتعداو للتظاهره اللي باش تصير واللي على اساسها انت حضرتهوني وحابين نعملوا لها شويه بيبليسيتي نقولوا احنا على قد ما نقدروا انا نعرفوا بها شنو هو اللي مبرمجين ان شاء الله عام قريب. احنا مبرمجين ان شاء الله عن معرض الصناعه التقليديه في فضاء قاعة دار الأخبار في شارع الحبيب بورقيبة اللي هي معناتها من الأول كان البعث نتاعها للصناعات التقليدية التونسية هذا اللي في بالنا بيه من بعد ذلك تبدلت الأجواء الوزارة الأولى تبع الحكومة لكن تكلف الفضاء لل يعني معارض تجارية حاجات تبع التظاهرات ثقافية وطنية لكن غالبا كي نمشيو نلقاو الصناعات التقليدية غاديكا لكن اللي تفاجأت به قلت لي انه الصناعات التقليدية معناتها غاديكا ولات ماهي صناعات تقليدية تونسية. عندنا بعض المنتوجات هي سلعة صينية من يعني المنتوج الموازي للصناعة التقليدية نتاعنا. تصور انت ساعات الحرفيه تخدم البيجو مثال الحلي تخدم الحلي وتتعب عليه كل شيء وتحطه وبعد تمشي تهبط لسوق بومنديل تشري دي براسلي اخرين شنو وتحطهم بجنب البرودوي تاعها بجنب البرودوي التونسي اي وقت نمشي حداها نقف معاها ونحاول نحكي معاها نعمل لها والحريف ينجم ما يفرقش بالنسبه لي صقاله تونسيه معناتها ثم ناس يحسبوها يسالوها تونسية اذا كان انا الفتره هذيك الحقيقه وين ندخل وكل ما هو محطوط نسخه صناعه تقليديه تونسيه صحيح يحسبوها تونسيه. نحاولوا قدر الامكان انه الفضاء يكون لما نقولوا فيه انه معرض صناعه تقليديه
يكون انه الصناعه التقليديه، خلي التونسي يتعود يرى ديما التقليديه قدام التونسي، فهمت؟ ما نقعدوش مربوطين بمعرض الكرم سنويا، واللي يتعرض في الكرم حكر على فئه معينه، فهمتي؟ يلزمنا في كل المناسبات نتاعنا. انا نتمنى، انا في اخيرا اتصلت بالبي دي جي نتاع الصناعه التقليديه المسؤوله توا، قلت لها ثم ان شاء الله جي سي سي الايام قرطاج السينمائيه، قلت لها علاش لا ما نعملوش، باش نعملوا في شارع الحبيب بورقيبه دي شابيتو فيهم توسكي حاجات تقليديه، تراث، اغاني، حتى الاكله بيان سور. احنا معروفه على الاقل بلادنا سواح نقصد توا، على الاقل باش يزورونا في التظاهره هذيك، وفي كل تظاهره تبدا موجوده نحاولوا ان نحن نخرجوا فيها اللي عندنا خير، على خاطر ديما ديما اللي يجي سواحك يجوا ولا اي زائر يمشي للمدينه وعندهم ليغيد يوجهوهم غادي كاي وين الحرفي من الحاجات هذيا، فهمت؟ صحيح. هذاك علاش حظات بالقبول ولا الفكره؟ والله مبدئيا قالت لي تعمل مراسله، ويعني تطول الاجراءات الاداريه وخاصه يفوت الجي سي سي، ما نخلطوش معناتها المراسله مازال ما وصلتش للجي سي سي. تمنيت اني كانت بعثتني مثلا لشكون وقالت لي فكره طيبه، وهيت حتى ما حتى الجمعيه ما تعملهاش، هيت خلينا نبروفيتو، على خاطر مؤسسه حكوميه مش كيما جمعيه اكيد تقدر تعمل، نجم عندها كلمتها في وقت قياسي. والله نداء نوجهوه معناتها، كان نشوفوا المغرب نحشموا على رواحنا معناتها، عندنا صناعات تقليديه، عنا كل شيء في تونس، ما عرفش غاديكا قاعدين يخدموا مسؤولين، يظهر لي كيما المسؤولين نتاع تونس، نجموا نتحركوا شويه ما فيها باس معناتها، دوسي نحركوا. ايام قرطاج سينمائيه على الابواب، الزوار من كل العالم، نحكيوا على الصناعات التقليديه، هذه فرصه وفكره يظهر لي متميزه، مش خاطرها صدرت من جمعيه ولا من رئيس جمعيه يلزمها معناتها نقعدوا ندرسوا فيها اربع خمس سنين، هات احنا نبداو الفكره نعملوا على ربي وبقدره ربي فما كل خير. به دونك وقتاش التظاهره هذه؟ تظاهره ان شاء الله نهار 19، من نهار 19 نهار 24 اكتوبر. أيوة. نتمنى انه يزورونا ويشجعوا الحرفيين الموجودين غادي، على خاطر الحرفيين ساعات يكونوا من مختلف مناطق الجمهوريه، مختلف مناطق الجمهوريه، ونحاول اني في التظاهره هذه باش نستدعى بعض مراكز التكوين الحكومي والخاص، باش نحاول انه الزائر اللي باش يجي اللي عندها ابنها ولا بنتها قاعده ماهيش قاعده تخدم، تنجم كي تجي تلقى الركن نتاع المركز هذايا التكوين ينجم يفيدها. أيوة. يقول لها شنو تنجم تعمل باش نعاودوا نرجعوا انه الوليدات نشدوهم للصناعات التقليديه. الصناعات التقليديه التكوين. احنا ان شاء الله نحاولوا نكونوا معاكم على عين المكان، ونبقوا التظاهره هذه ان شاء الله نقدموها للجمهور نتاعنا، نتمنى لك مجهود موفق بالحق، ان شاء الله تكون انطلاقه من هوني، الببليسيتي بدا من هوني، واكيد انه ذوق 24 مستعده انها تعمل معاكم شراكه، كل ما فما حاجه فيها الحرفي التونسي احنا حاضرين كفضاء اعلامي ان نعاونوكم ونعاونوا الحرفيين، على خاطر هذايا زاده هدف البرنامج هذا. بارك الله فيك، وانا نشكرك زاده على خاطر طلبت منك انه ماذا بينا التظاهره بتاعنا تاخذ اسم البرنامج. اي هذه نسيتها انا، ما قلتهاش اللي مدام نوره طلبت انه التظاهره تاخذ اسم ذوق 24. خاطر قبل ما تقابلني مع قرار واحد ما اثرتش عليها. لا خاطر الارتيزاناسي ذوق 24. أي يعني بالرسم هي يزمنا ذهب خالص، يلزمنا ذهب خالص، يلزمنا نحافظوا عليها ان شاء الله يا سيدي، مو باش انكم تاخذوا اسم البرنامج وتحطوه في التظاهره هذه ويشرفنا وينورنا، وان شاء الله نجيكم ونصوروا ذوق 24 مش البرنامج لكن التظاهره. بارك الله فيك. شكرا لك مدام نوره، يعيش صحه. باش نواصلوا مع الحرفيين، انت جبت لنا ابداعات، جانا كعك النسري، جاتنا المواد التجميل الطبيعيه اللي تعشقها المراه التونسيه والتونسي بصفه عامه يهتم بالجمال نتاعو، بعد شويه باش نستقبلوا حرفيين نزيدوا نحكيوا اكثر على المشاركه نتاعهم في المعرض، هكا نعطيكم افون غو شنو باش يكون موجود. الحلويات التونسية هي أيضا من الصنعة التقليدية، خاطر نعرفوا فما حلويات متأصلة في تونس، نلقاوها في العيد نتاعنا، نلقاوها في المواسم، نلقاوها في كل الأفراح نتاعنا، تتميز فيها حرفية على حرفية، بما أنه فما اللي عندها فيها صنعة خاصة ورثتها وإلا تعلمتها بطريقة معينة. هي تستقبلوا احنا مع بعضنا مدام نجوى التبيني، حرفية اختصاص حلويات. مرحبا بك مدام نجوى. مدام نجوى باش تكون حاضرة أيضا في المعرض. مرحبا. مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا. عايشك على السلامة. مرحبا بك، شنو أحوالك؟ لاباس. لاباس أنت؟ الحمد لله. منين جيتنا؟ من زغوان. من زغوان، عاصمة النسري. عاصمة يقول النسري. زغوان، يقول النسري، ويقول كعك النسري، وهذا اللي حاضر معنا اليوم، شوفوا كعك النسري. كعك زغوان. جينا من زغوان. به، الصنعة هذه ورثتها، تعلمتها، كيفاش؟ والله ورثتها من لوستي.
من لوستك. من لوست. أيوة. أي. مدام بخاري. أي. دونك هي اللي علمتك الصناعة هذه نتاع الحلويات، وأنت لقيتها حاجة اللي تنجم تكون فيها فيها مبيعات وفيها إقبال. من 2001. من 2001 وأنت تعمل في الصناعة هذه. في الخدمة هذه. باهي. تعمل حلويات بصفة عامة، حلويات عربي تونسية. تقطير النسري. وتقطير النسري. باهي تعطينا شوية على زهرة النسر، وقتاش تتقطر؟ تتقطر في ماء. في شهر ماء. أي شهر ماء. معناتها نقولوا احنا أول ربيع. أي أول ربيع تتقطر، تدوم تدوم حكاية 20 يوم. 20 يوم تدوم في. ونعرفوا النسر اللي هو معناتها المرأة الزغوانية بصفة عامة تقطر النسري. أي مرأة زغوانية. يضروا يعطونا تيست، كان ما تقطرش النسري تطلع ماء الزغوانية. مرأة زغوانية لخدمة الكعك. وتقطير النسر. وتقطير النسر. به انت الكعك هذا اكيد تتقنه معناتها، وهذا اخترت باش تشارك به في المعرض. نعم نشارك به في المعرض في الارتيزانة في المعرض الكل نشارك. اي نسري الكعك اللي هو حاجه تونسيه، حلويات تونسية مطلوبه. حاجه تونسيه مطلوبه ما شاء الله. به علاش نقولوا كعك النسري؟ هل انه النسري معناتها المطعم تاعو طاغي في الكعك؟ علاش نقولوا كعك النسري؟ كعك النسري خاطر البات نتاع اللوز نخدمه كان بالنسري. خلطوها بالنسري. بالنسري ما يتغ... ما... الكعك مجعول كان على النسري. والنسري شنو يضيف في كعك الورقة التونسي؟ يضيف النكهة نتاعه، ونكهته بنينة برشا وباهي للقلب. باهي للقلب، نعرفوا الفوائد نتاع النسري. الفوائد نتاع النسري للقلب. يقولوا في زغوان اللي يفرحوا به يظهر لي يعطيوه النسري، معناتها يدخل دار ويعطيوه النسري راهم فرحانين به. راهم فرحانين به. اي زغوان. به المعرض هذا بالنسبه ليك كحرفي نجم يضيف لك حاجه، نجم يعرف بيك. اي ما شاء الله عرفت على برشا ناس. اي لا ما شاء الله. هذا اول معرض باش تعمله ولا عملت معرض قبل؟ لا لا نعرف عندي من 2004 في الاختزانه. اي والمعارض كل الشرقيه الكرام اسمها حدائق المنزه. حدائق المنزه معناتها ديما الشرح ببرقيبه. ايه ديما بكعك النسري ولا بالحلويات التونسيه اون جينيرال؟ اكثريه النسري، ماء النسري وكعك الورقه. كعك الورقه لما حلو مقبول ومطلوب، خاطر حتى في التلفزه هوني اللي يسمع معناتها حرفيه نعمل في لي كونتاكت والنسق يقول له كعك النسري اعمل لنا كوموند، قول لهم شو هاك المدام باش تلقاوها في قاعه الاخبار. ان شاء الله نمشيو غاديك تنجموا تاخذوا كعك النسري على عين المكان. مرحبا. به المشاركه نتاعك ان شاء الله باش تكون اسبوع كامل متواجده. ان شاء الله اللي باش يعدي كوموند ولا باش يحب على اسبوع كامل في شرح ببرقيب. يجيك غاديك سيغ بلاس. شرح ببرقيب ياخذ سلعته على البلاصه والا معناتها يستنى حتى تجيب له؟ لا يجيب كل يوم جديد. كل يوم خامه جديد. ومش عدي كوموند من غدوه يجي نجيب لها. به يا لاله وعد الناس اللي حبوا ياخذوا كل ان شاء الله نجيبهم لك نقولهم لك غادي وانا بيدي تونجي غاديك ان شاء الله في الافراح. ان شاء الله في الافراح مناسبه ان شاء الله. ان شاء الله يا لاله ان شاء الله نلتحقوا بيك في المعرض ان شاء الله ونشوفوا الاجواء بالجمعيه. جمعيه نحب الامبلاج او الحاجه، انا كي نمشي لمعرض الكرام ولا نمشي نحب نخرج كوموند نحب مثلا يعاونوك في الامبلاج. في الامبلاج وفي نحب نخرج، نحب نخرج مثلا للمغرب للفرنسا. يعني انت طالبه انه تكون فما اسواق خارجيه؟ انا هذيك اللي طالبه. أيوة. انا ولدي نخدم ونحب هذه مثلا تبارك الله زغوان كامله تخدم في الكعك. وانا نخرج ما شاء الله نخرج من المعرض المعرض سوسه معرض الدولي صفاقس المعرض كله نمشي له ونحب نخرج السلعه نتاعي. تحب ماذا بك؟ هذه ماذا بنا منتوج نتاعي في تونس يخرج لبرا. المنتوج نتاعي نحبه يخرج لبرا. نحبه يخرج لبرا. ان شاء الله ان شاء الله ربي. باهي ان شاء الله على طريق الجمعيه ولا طريق ايضا لوفيس تاع الصناعات التقليديه ايضا ديوان الوطني للصناعات التقليديه هذوما حرفيين يحبوا يهزوا الصناعه التونسيه لبرا ما فيها باس اذا كان نعاونوهم. مدام شكرا لك مدام نجوى يعطيك الصحه. شوفوك على عين المكان ان شاء الله غادي. عايشك 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 شكرا لك. خلينا نواصلوا مع ركن الكنويته اللي فيه الشعر والكلمه زينا. تعرفوا اللي نحاولوا انه البرنامج نتاعنا يكون فاغي معناتها فيه الكلمه وفيه الحرف وفيه الديكور وفيه كل شيء. هذاك علاش بعد شويه سي بشير اللقاني يلتحق بنا رفقه ضيوفه الشعراء. نستقبل سي بشير اللقاني، شاعر بشير اللقاني. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي بشير. مرحبا. مرحبا بك. باش عبيت لنا الكنويته اليوم؟ لا اليوم ان شاء الله كل خير. ان شاء الله ان شاء الله. اليوم عندنا ضيف من الحاضرين. ايه؟ عندنا ضيف كبير ان شاء الله باش نقراو شعره. وعدنا المشاهدين ان نذكرهم في الاشعار القديمه ان شاء الله. ايه؟ من الحاضرين جبنا سي مراد بالخير والجبس. مرحبا بك سي مراد. نستقبلوا به. نستقبلوا سي مراد. مرحبا نورتنا من جبس. مرحبا تفضل. من ايه؟ هديه سي حمادي بن محمد.
سي حمادي مرحبا بك، تفضل. كالعادة نوعوا في نوعوا في الجهات هاكا الساحل والجنوب، كل من ذوق 24 نجيبوا ذوق، نجيبوا ذوق ونذوقوا شنو اللي فما شعر، نذوقوا شنو فما شعر. مرحبا بكم. دونك تحضروا بحذانا سي حمادي بن محمد، سي مراد بالخير. سي مراد، خلينا نتعرفوا عليك اكثر، نتعرفوا على نوعيه الشعر نتاعك. مراد بالخير هو اصيل ولايه قابس، شاعر غنائي ننشط من عام 84. بارك الله، مسيره كبيره. اي مسيره كبيره، عملت برشا انتاجات مع فنانين معناها في كامل تراب الجمهوريه. شنو الاسماء، ابرز الاسماء اللي تعاملت معها؟ والله الاسماء الشعبيه، تعاملت مع فاطمه وساحه. اي ربي يشفيها ان شاء الله. ان شاء الله يعني. وفما عبد اللطيف الغزي، وفما زاد اللي يخدم في الايقاعات منجي بن عمار، عملت مع عده انتاجات شعبيه زاده. اي وبالنسبه للجنوب تعاملت مع رشيد القفصي، اسمه فؤاد قريده، لمج القفصي، هذوما فنانين من جهه قفصه. على مستوى قابس زاد فما الفنان صوفيا القابسي، سليم الحزامي، عدد فنانين. عدد فنانين خذوا الاشعار نتاعك تحولت الى غناء وايقاعات يعني، معناتها شعبيه معناها في الجنوب. وحاجه اعتز بها اللي اغاني نتاعي معناها في كل فرح تلقاها موجوده، هذه معناها الحمد لله. الحمد لله، احنا فرحانين وصلت لنا ذوق 24. وديما الحمد لله يعيشك. اي سي بشير، على اختياري عليه، مش نظرا لاغانيه. اي يكون واحد واضح، انا واضح وشفاف. كان ياسر بالشفافيه ولينا. مولاد اختياري ليه لكتاباته انا الاغاني، مهما يكون عنده كم من الاغاني ما تهمنيش. لكن نوعية الكلمة، نوعية الكلمة وش عنده، أكل أغاني التي ليست مغنات وش ينجم يقول بخلاف الأغاني. أيوة. اللي اخترت عليه مراد بخير. به به سي مراد. أنا والله نحب ننطلق الساعة واحد زعما بما إني قابس قابسي، لازمني نقدم تحية لقابس. به أتون قدموا تحية، لكن خلينا نتعرفوا زاد على ضيفنا الثاني سي حمادي بن محمد، وبعد نرجعوا للشعر. سي حمادي مرحبا بك. أهلا وسهلا عسامي. عايشك، مرحبا بك ومرحبا بكل أهالي المهدية اللي تفرجوا فينا. بارك الله فيك، عايشك ربي يخليك. أنا حمادي بن محمد بن المهدية، ما عنديش برشا نكتب الشعر، عندي 3 سنين ونص تقريبا. أيوة. هي قريحة معناتها كانت مكبوتة ومن بعد انفجرت ولا كيفاش؟ ما عندي حتى فكرة كيفاش جات. أيوة. وعندي مجموعة كبيرة بتاع أشعار. بقينا تغنيت لغنية واحدة وطنية غنتها فنان اسمه فتحية محمد. معناتها وانت تحب تاخذه كمسيرة شعر تويك معناتها؟ ان شاء الله واحد ما عنده ما يعمل. بالضبط سي محمد، من الناس اللي لباوا النداء نتاعنا، من الناس اللي تفرجوا صحيح واتصلوا بيا. واتصلوا بينا باش نوريو للخاين المشاهدين اللي يرى الباب مفتوح. اي صحيح، ديما ندائنا متواصل احنا. ونرحبوا به ومرحبا به. عنده 3 سنين يكتب، عنده 20 سنه. المهم يخرج كلمه حلوه وحاجه مزيانه. دق الباب ولقانا دا جاوبته. اي لقانا دا وسي بشير جاوبوه، ما جاوبتوش وحدي. معناها الباب مفتوح للناس الكل، وهاي عينه. عندنا سي حمادي ربي يخليه. فهمتني، اتصل بينا هو وحده. احنا ما عندناش اشكال احنا نتصلوا ولا هما يتصلوا بينا، ليسونسيال ان الركن هذا معناتها ناثوه ديما بحاجات حلوه وتعجب المشاهد. اكيد ماهيش باش تخليوه على الاشعار معاك وعلى صوتك، اكيد معنا في الشعر. بون انا تقول حويجه، اليوم عندنا ضيف غايب. اي اللي هو يعتبر من فواحل الشعر الشعبي التراثي في تونس. ونذكر ما بيناتهم كانوا اربعه، كانوا هما التاغين، ثم احمد ملاك. اي والعربي نجار، وحمد بن موسى. عفوا. وخونا هذا الله يرحمه الفنان والشاعر الكبير، يعتبر يقولوا ملك الشعر الشعبي قبل، هو احمد بن حمد بن سالم البرغوثي على الرابعه هوك الله يرحمه ينعمه. وقوه الشعر هذا في بديته الشاعريه. هو مولود عام 1887. ايوه. وتوفى عام 1934. وكانت أغلبية أشعاره كل محاورات شعرية، يتراسل هو والعائلة متاعه وهو أصحابه بالشعر. وكان معناها إنسان عاش مدة، معناها مدة كيفاش نقولها، شافك الظلم والقهر متاع الاستبداد وكل شيء، كان يعبر عليه وكان يتحاور مع برشا ناس في المواضيع. عاد هو صغير معناها عمره 15 سنه. اي وقوه العائله نتاعو في اللغه العربيه وفي الفقه وفي الدين وحفظ القران. ايوه. اكتشف المدب نتاعو، يكتب بيت زوز ابيات يقول فيهم
لذة المداين نطوف وقريت علم الفطانة لقيت النساء مثل الصوف تتباع كان بالرزانة. أيوة. هذا عمره 15 سنة قال هكا. من بعد قال حاجات أخرى كبيرة. قال حاجات كبيرة وعليها واخترنا له من ضمن القصائد نتاعو بين قوسين ندى القصائد الشعرية نتاعو كل تعرضت إلى معارضات. عرضها شو عرض آخرين عرضها. عنده أقوى قصيدة هي الضحضاح. وضحضاح هذا هو غرض من أغراض الشعر الشعبي والتراث. كل البرق الأخضر برش حاجة. أي باش. هو من علش كان فيها نقد كان فيها. مش نقد. قوة. قوة الشعر فيها. قوة الكلمة. عدة شعراء التوى قاعدين يقلدوا فيها ومراد يعرف فهمني قاعدين يقلدوا فيها ويحبوا يعملوا كيف حتى حد يوصل لدرجة ذيك. عمل برشا قصايد منهم زاد هذه جبت لكم حبيب الزراعة اللي في ضميري غصة. برشا ناس برشا شعراء حاولوا يوصلوا إلى جمالية الشعر متاعها. ماذا ليش أقرأ له التوى؟ إيه. تقول حبيب زرعلي في ضميري غصة من كبتي منبت غلاهن قصة. حبيب زرعلي في الضمير حسيفة من غير ما درتش مع حساف نحساب ما عندي حبيب كيفة ونحساب حبه ما معاه خلاف. حطيت قدره فوق راس حديفة وهزيت ثقله فوق من الأكتاف وفرشت له فوق الحصير بطيفة وبسطت له طرز الحرير أصناف عمين والثالث يحول خريفة في طعطة نجري بلا توقاف إذا غاب نبكي بالدموع السخيفة إذا مرض نمرض بلاش تسخاف هذاك حدي فوق من تشريفة وهذاك حدي فوق من التشراف وجري جرية من قداه نظيفة نحساب ما عدتش معاه نخاف حيان الحي جابد علي سيفة وزود ضربني لاستحال أراف نستاهل التعزير والتطويفة ونستاهل التكتيف والتشعاف ونستاهل يجوروا علي تخريفة أش قال لك مجنون راسها خاف أنا زفت وخلوق الصغير زيفة رمتني على صحبة عبادك صاف وليت نستهزب وواكل جيفة وندمت والحقني الندم بالزاف. أيوة هذه من الكلمات على البرغوثي الله يرحمه. شوك التصوير شوك القوة الشعرية حتى في النقد متاع صاحبه متاع أحبابه. أي معنا قوة معنا أحمد بن سالم البرغوثي من هو ديجا غنى له أحمد بوقلنا ومعروف عنده قصيدة يا والدة كان هيك يا والدة وهي محاورة بينه وبين بوه تتحاور مع منصور المهذبي تحاور مع العنابي مع شعراء وقتها كان يتراسلون شعرا وهذا هو ضيفنا الله يرحمه وينعمه حابين كل مرة نذكره بشعراء متاعنا الفتاح لفشار اللي غادرونا لكل الأشعار والكلمات ديما تقعد كما الصدقة الجارية معناتها ديما في كل مرة نجم نعاودوا نقراوها في أي زمان يحبوا يقلدوا وثم عندنا برشا ناس عندنا سي بشير عبد العظيم فني شاعر كبير عمل معارضة في هذا عملنا رضا عبد اللطيف معناه رضا عبد اللطيف عندنا شعراء دمادة في الجنوب اي فهمتني الجنوب معروف بالشعر اكيد احمد بن سالم البرغوثي راهو من منطقة البرغوثية من ولاية قبلي من مدن دوز من دوير دوز البرغوثية فهمت هو من ولاية قبلي من نفزاو بالضبط ايوا شبه هذه اول قصيدة قريناها اليوم ان شاء الله نزيدو نقراو شعراء اخرين ونعرفوكم بالاشعار نتاعنا التراثية خليني نرجع على الضيوف اللي نوروني اليوم خليني نرجع معاك سي مراد بالخير ومن بعد سي حماد يعطينا أول قصيدة شنو حبيت تقول قلت حبيت تحيي جابس هكا ولا حس ما سمعت أكيد يكبر كان في بلاده أي صحيح أنا نعتز بجابس ونحب نقول لها سلامات شوق وشوق هوا صنة بلاد الشط والنخل والحنة مشوق للقفة وسعفها للنخلة في وقت الصابة للجرة وعصير نخلها وزيارة سيدي والبابا جابس في العين تصورها جنوبية في أحلى جنة بلاد الشط والنخل والحنة جابس العزيزة البحر والواحة وعلو الجبل وشمسك الوضاحة بلادي عالي شانك الرمان في بستانك مدينة خضرة والجنوب مكانك بين المداين زاهية مرتاحة جيت عليك نغني لأهل الشرف والهمة غنوش وبعد شلل النحال وبوشمة وزرف والمطوية وزريق البرانية وتبلبو بلاد فلاحة المزير عليك غناية والمدوف أحلى صورة لجواندة والقهباية وادي السدر وبدورة ومنزل
وجارة سيدي أبو البابا زيارة شنتش والمنارة الكورنيش أحلى سياحة يا قدرة للكتيب وبالكتبة نتلاقى من منزل الحبيب بالشيمة ولا غماقة زوارة زراوة والعكاريد لعمرت إذا جيت في الحام مراك لقيت مية سخونة وراحة حاصل هذه دورة في جابس دورة عطيتنا خيرات جابس صورت خيرات جابس من خلال القصيدة هذه رأيت غنت بصوت فنان سليم حزامي هذه أيوه موجود معنا متغنات وقاعدة تبث معنا تذكر في يعني جابس زنقة زنقة بيت بيت كما يقول زنقة زنقة بيت بيت حلوة جابس حلو الجنوب متاعنا بالحق أنا كي نمشي الجنوب نقول لهم لو أنه تونس كلها راهي مزيانة أما نقول لهم كي نمشي الجنوب نحس كأني خرجت من تونس معناتها نكهة أخرى ودنيا أخرى وجو آخر بالحق ربي فضلكم ربي فضل جنوبنا التونسي يا رب به سي مراد سي حمادي بن محمد سمحت به سي حمادي قلت لي معناتها عندك ثلاثة سنين ونص بديت تكتب الشعر أيوة. وجدت بقصايد نوعية القصايد اللي قاعد تكتب فيها حبيت توجهها للغناء وإلا تحب تقعد في تجربة شعرية فقط والله منه مني نكتب أي معناتها فما شعر وفما اللي نجم يكون مبوب معناتها أنه يتغلب غني بقينا مزات ما خرجت هو حسب اللي قريته سي حمادي عنده متأثر ياسر بالغناء أيوه. لكن عنده هروبات انا ثم قصائد اخترتهم قلت له هذوما تقراهم هذوما قصائد حلوين مزيانين ايوه شبه هات نسمو من تجربك الشعريه شنو اللي كتبت لنا ايام عمري عدت وما عاد ليها رجوع وصحتي في النازل ظهري قوس وشعري شاب وطاح ما عاد ليه طلوع الركبه ثقلت وسمعي رزن ونظري راح وطفات كل شموع صبحت مهمه لساني ملكون والصوت خافت ما عاد شي مسموع يا حسرتي على شبابي وايام اللي عدت وانا نجري ويا خسارتك يا دنيا مالك حبيب وكل منه حبك زايل ومرفوع قداش كنت نشاطي وقداش كنت نباطي وديما خايف من العراء والجوع وانت يا دنيا خذيتني وتبعتك نسيت روحي وانا مكبش فيك عاتي الطوع واليوم تركتني على جنبك وما عاد لي تنظر وما عاد مني فايدة ومنفوع ما عاد عندي صحة انفاصلي مرخوفة صبحت انكت وروسكم موجوع يا حسرتي على روحي وانا نتألم ومن كثر وجعي تقول شي ملسوع حياتي صعبت وما عادش تناسبني وفات الفوت ما عاد ينفع لا بكى لا دموع به حلوة القصيدة كلمات مؤثرة نتاع انسان ظهر لي وصل لحالة الضعف وقاعد يوصل في الحالة نتاعو ظهر الغير الغريب أي. في القصيدة أنا ظهر الولادة أي. أنا ظهر الولادة في القصيدة لكن ما أنا نحترم فيه ما يخص القلم والكتابة وجلسة الكتابة وثلاثة سنين ونص اكتباك مسألي عندي بيه حاجة حلوة يظهري قريحة كانت مغمورة ما كنتش موظفها مليح أنا شكرا ثلاثة سنين ونص اكتباك بعد الرتريت بعد الرتريت أنا ظهري فجأة أنك أي. أنا ظهري خذ ستيل ويكتب بعد 33 ونص أما يكتب قبل في مخ أكيد إنه الشاعر خاطر ما نجمش فجأة ثاني يولي شاعر هو شاعر بالفترة به سي حمادي علاش اخترت هالموضوع هذا معناتها نشوفوا فيه لمسه معناتها في الحزن يعني برشا فيها ما نعرفش مش انا اخترته هو جات الفكره كيف هكا اي مش انا قصدت باش هو الهام معناتها انك تكتب في الموضوع هذا جي نبدا قاعد يجيني هيك حاجه في راسي نكتب يتحرك القلم نحضر لها ولا انا نتخيلها من الاول واضح به نواصلوا في المداخلات الشعريه سي بشير نسالش اليوم حابين نجدوا شويه موضوع الساعه اللي هو لقيتها مرة في الداع طلبوها بس مرات اللي هو مرش قرا في فيها شوية عجرة فيها شوية قسوة على تنظيم معين تقول ما تضحكش خاطر نفتتك فيها أي زنوس مايلة سكنهم شيطان طرشهم كي القاعدة كي الأنصار كي داعش زنوس مايلة بالعلة منهم أعوذ بالله يا بسم الله لا عهد لا ميثاق ولا ملة الغدر سكنش عيونهم دعمشهم وجوه خايبة باللحية الدلة سكن الجمل عقولهم مهمشهم زوس مايلة وبهيمة وحتى البهيم حاشاه أعلى قيمة وجوه شر متجلدة وذميمة شيطان على جنس البشر حرشهم ملاقيت لا وطن لا بو لا ميمة عجب الزمان نين هالزبالة ربشهم اي هذا يا الناس اللي لوثوا الوضع الراهن بالضبط هكا ولا بالضبط اللي مسخوا في ديننا اي
وقاعدين باسم الدين وتحت لواء الدين قاعده تصير برشا اجتهادات. ماء الابرياء اقل حاجه، انا ما عنديش كرتوش، عندي كريم. هذا هو كرتوشي بشير اللقاني، عندي الاحبار اطلقت عليهم الكرتوش منذ 24 ايوا ان شاء الله ما يرجعوش فيه انا خاطيني. لا لا تهنى، شجاعة شجاعة. لا بس كان موتنا شهداء عز الموتى والحمد لله. به خلينا نرجع معاك سي مراد بالخير، اكيد زدت متاعنا من الاشعار نتاعك، شنو جبت لنا؟ والله هو شعار برشا، ما انا حبيت نقرا. اعطينا اختيار اخر. يقول يا فاطمه دورتي هالراحه، وكل دور نشوف دمعك على الوطن، شوف الراحه ترحي نلقى حجرها قوس، لمتين قلبك يرحي، عامين والعزيز يحوس، عامين تشكي للرحى وعامين دمعك علوتها فاطمة، يا فاطمة حالك حال القمح، اللي كلات الرحى برغم حبيبك سمح، لكن ما عنده وفاء، عامين تشكي للرحى وعامين دمعك علوتها فاطمة. الله الله الله، محليها الصورة معك فاطمة، يظهري قلبها ملاية على الأخرة. والله يا فاطمة هي على ذكر يومي اسمها فاطمة. لكن هو تحية للوالدة. الله يخليك. برشا شعراء كتبوا في فاطمة. برغوثي ديجا قال فيها هو فاطمة قلبي شفاه وعلى قدا شورها عقلي ما شابها ولا. برغوثي هو الأحد يكتب على فاطمة ولا برغوثي. أيواش فاطمة معناتها كل مرة نلقاوها في حال. كتب عليها مخصوصة. شعراء. هذيك الأغنية هذه تغنت بصوت فنان شاب صغير اسمه رشاد الداوي، ولد صغير، والأغنية معناها تقدمت في ثوب ممتاز جدا، ودي معناها فيها صورة معناها تعطيك ترجعك لسنين التالجة، حتى سي بشير يعرفها الغناية، غناية الرحى هذه. اي مسالش خليهم الفنانين هذوما يجيونا، خليهم يجيو ذو 24 نحبوا نسمعوا اللهجة الجنوبية واللغة العزيزة. هذا هو الهاجس اللي حامنا، خاطر توفي جابس ولا في الجنوب معناها بصراحة ما غير مجامنا، كوني انا كما نقولوا نمشي يتبعوني معناها الفنانين الحمد لله. بديت قبل وعملت برشا انتاجات، تو يستنوا في الشارع الخضراء ان شاء الله، بديت من ذوق 24 ان شاء الله. مرحبا بهم، فما الفضاء نتاعنا محلول ان شاء الله، العين بعد ذوق 24 ان شاء الله يا ربي. امين. مرحبا بهم، كل انسان ينجم يتصل بنا، كل فنان كل شاعر مرحبا بينا، ما عندناش اكسبسيون، ما عندناش علاقات خاصه بحتى حد، الناس الكل حمادي معنا عينه، مرحبا به معنا، اكيد هو عينه واكيد جاو برشا عينات معنا في ذوق 24. حبيت دائما تحيه ذوق 24، هاي اللي سفاقس وجبني انا وعلى اسم الاديب والشاعر الكبير خليفه دريدي، تحيه لي اغنيه جديده قدمها لك ان شاء الله، وتحيه اهالي قيروان من شعراء حضرناهم جبل المطيري، والفنان الشعبي صديقنا فتحي البصلي، فهمتني، واحد الشعراء راهو ذوق 24 الهاتف ما يقصش، عندنا برشا شعراء باش نصدعوهم ان شاء الله باذن الله. مجال ديما مفتوح به. خلينا نرجع معاك سي حمادي، اعطينا قصيده اخرى، حاجه من حاضر. من ابداعاتك. الايام فيها المر وفيها عسل شهد، وفيها حياه باهيه وصعيبه، وفيها ريوس مربطه بالتل، وفيها ناس واعيه وحبيبه، وفيها اللي كي تمرض عليك يطل، وفيها اللي كي تجوع ما يوكلكش زبيبه، وفيها اللي يحبك يودلك الخير، وفيها اللي يكرهك يودلك العيبة، فما اللي اخلاقه عالية ما يدير الشر، وفما اللي ما يعرف كلمة صباح الخير تقول عايش مع الحيوان في الزريبة، وفما اللي قلبه أبيض تقول زهر تفل، وفما اللي قلبه أسود وفما اللي قلبه كيس واد الليل، والناس اللي كل واحد ياخذ نصيبة، وانت مصيرك ما بين يديك، خلي قلوب الناس ليك قريبة، وهذه سنين معدية وتمر، ساعات يكثر يعم فيها الخير، وساعات تبدأ قاسية وصعيبة. الله مزيانة، يظهر لي أنت اخترت تكتب بعد ما مريت بكل ما تنجم ما نجم يمر عليه الإنسان في الحياة، من مواقف، من خيانات، من أنواع بشر هكا ولا؟ تجارب حياتية قاعدة عبر تجارب كاكا معناها تجارب حياتية قاعدة تتجسد في قصائد. سي بشير يظهر لي نجم نقولوا القصائد نتاعو باهيه معناتها مقبوله ككلمه، انا ربما ما نفهمش برشا في الميزان الشعري او غيره، لكن كما الناس الكل نحس معناتها. انا في قاعدتي الشعريه ورايي ولا رايي لا ياخذ به، كل انسان ياخذ ستيلو، لانه الشعر مش لعبه، الشعر ميدان، ميدان حرب كبير، حرب معناها بين الحروف والكلمات، اذا استبسل وشد ستيلو وقال خلينا نبحر في الحرب هذه، اول حاجه اول معناها بدايه الف ميل تبدا من خطوه. من خطوه صحيح. الخطوه هذيك يبدا بها. وحتى الفشل هو طريق للنجاح. صحيح. مش هكا بدينا، ما بديناش شعراء. بدينا شو عراء. الانسان يؤمن بالموهبه نتاعو ويواصل فيها لتولي احتراف. انا اول حاجه معناها نحيي فيه ساعات
قوته معنا بعد معنا بعد الواحد في العمر ده يصدع الشعر. برافو برافو برافو. والكلام يقول فيه موزون. أنا عادي ما أنا باهي ما وش باهي باهي إن شاء الله نشوفوه في تجارب أخرى أعمل هذا أكبر. يحكي على حاجة واقعية مر بها مر بها صحيح. باهي سي مراد هات نختم معك أنت آخر قصيدة اليوم. والله أول حاجة باش نذكر كوني عندي إن شاء الله عمل إنتاج فني مع الفنان شريف علوي. إي تحية لي الفنان شريف علوي. عندنا خدمة إن شاء الله باش وجهة أخرى يعني بالنسبة إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله فنان حساس وديما يفركس على الإبداع والحاجة المتميزة. إن شاء الله. وعندي زادة عمل مع فنان زادة من قابس محمود دخيل زادة إن شاء الله عندي معه خدمة إن شاء الله. أول ما يتم العمل تفضلوا بحدينا ذو 24. والله أنا حبيت أن نعالج موضوع الحرقة أما بطريقة أخرى. أمي ملتاعة تقول والله لو كان بيدي نشق البحر في ساعة ونجيبك هيا وليدي فرحة دماعة على وليدي الغالي محتارها قلبي على وليدي الغالي شق البحر والموج قالوا عالي خذات الموجة وخلى لمي ما شاق يا ممروجة واللي حرق يا ناس صعيب خروجة بين السماء والماء والمركب مالي محتار يا قلبي على وليدي الغالي يخبر الموت وقداش من شبانك لها الحوت وفم اللي نادى وما سمعنا صوت لا يسامحك يا موج في اللي جرالي ومحتار يا قلبي على وليدي الغالي يا وليدي قلبي مجرح يا لندرا مربوط ولا مسرح يجينيش من الابعاد خبرني يفرح يخبرني على طيف الضنايا الغالي صبار ها قلبي تقطع اخباره من ليله ترحل على العباره يا لندرا ولد امي يا لندرا ضناي خذاتها قداره وطاح فوق الموج وما ولالي خذاتها طاح فوق الموج وما ولالي يخبر الموت ناري على الاولاد كلاها الحوت نادوا علينا ما سمعنا صوت ولا يسامحك ولا يسامحك ولا يسامحك يا موج في اللي جرالي. الله معناتها اكيد هذه لوعة ام على ولدها معناتها كل ام تقول كلام لكن هكا يخرج من فم الشاعر معناتها يعبر على مشاعرها واحاسيسها. سي بشير كلمه الختام عندك نختم الكنويته اليوم. ان شاء الله ان شاء الله الكنويته نقول قصيده كالعاده. هي بعد الفاتحه يا والدي خليني بالدمع نوصف حالتي وحوالي يا والدي الحزان تسكن عيني ولا نلتم على ايام راحت بالي مشتاق حنك يا والدي يا ريتني نكون تراب القبر يا ريتني يزقي حن كبير به رويتني وترجع طفوها عطول عزدلالي يا والدي والدي ريتك البارحه في منامي بالباس ابيض ناصع جميل نظيف والوجه لون خدود احمر دامي تقول ورود ربيع تعمل كيف مديت ايدك يا والدي وناديتني وبحضان حضنك حضنتني ودفيتني نزعت عني الخوف وبالفرحة كسيتني ورجعت طفوع عطور عز دلالي يا والدي. الله الله هنا صفقة عليكم يعطيكم الصحة شكرا لكم على الحضور معنا بالحق. وديما عنا المستقبل حلوين ان شاء الله شعراء جيو ان شاء الله يا رب ان شاء الله الكنويتة لا تتوقف الباب مفتوح الباب مفتوح. شكرا ليك احنا نشكروا اليوم باب الكنويتة. شكرا ليك شكرا ليك سي مراد سي حمادي الله يخليك يعيشك. شكرا ليك سي حمادي شكرا لكم الكل ضيوفي الكرام على الحضور معايا. اذا خلينا نواصلوا مع اخر ضيفه معنا اليوم في الصناعات التقليديه ومن بعد تبقى معنا الحكايه الزمنيه. نستقبل محمد العماري حرفي اختصاص مواد تجميل طبيعيه جنب المهديه. مرحبا بك. مرحبا. شنو احوالك؟ الحمد لله. نشوفوك شاب واخترت الميدان هذايا ميدان المواد الطبيعيه مواد التجميل الطبيعي. اول حاجه نشكركم على الاستضافه. يعيشك مرحبا. خاطر ذو 24 نتفرجوا فيه الناس الكل كل جمعه نشكروا برشا ولينا ياسر نحبوا الشعر وقاعدين كل جمعه نستناو في الشعراء شنو جديد. الحمد لله يا رب. باني سبيسياليتي نتاعي عملت توسكي بلونت اروماتيك ميديسينال مواد النباتات الطبيه والعطريه. هذه في دراستك؟ في دراستي. في دراستك. وعملت ضفت لهم قلت علاش ما نعملش براند اسم نعملوا ماركة. احنا مشكلتنا لي زارتيزون كي نبداو ما نخدموش حاجة على أسس صحيحة. ايواش بديت من تحت الصفر مش من الصفر. تسلفت باش مشيت عملت أول فواغ داكورد. ايواش معناتها بالجهاد معناتها بالجهاد بالجهاد بالجهاد. مشكورة على المجهود. الحمد لله عاونوني فاميلتي مرتي أمي عيلتي الكل يعطيهم الصحة
وعملنا توا اسم ولينا نشاركوا في المعارض العالمية. الماركة متاعي موجودة في الحمد لله في أكبر البلدان كندا فرنسا سويسرا معناتها معروفة إيطاليا. وخرجت لبرا الحمد لله. المجهود كان فردي أنك تسوق وإلا فما جهات عاونتك؟ لا هو أول فوار عملته ميزون يوبجي مع لوفيس دارتيزانا الحق. أيوة. بارك الله فيهم عاونوني. كانت أول أول خرجة عندي في العام الأول متاعي. عندي ثلاثة سنين من بديت لا كرياسيون نتاع البرودوي. كي خدمت على كونسيبت على حاجة كاملة. أيوة. اللي هي خدمت برشا على توسكي إيكولوجيك. خاطر احنا عايشين في وقت اللي لازمنا نحاولوا شويه نحافظوا على الطبيعه ونحافظوا على الارض اللي احنا عايشين فيها. ايوه. خدمت بالبابي ريسيكلي بالورق المرسكل. خدمت بالنحاس اللي هو معمول باليد كعبه بكعبه. معناتها هذا بالنسبه للوبلاج نتاع البرودوي نتاع البرودوي بي. ومن بعد عملت زاده هذا سي دو بابي كرافت معناه هو نفس الشيء ورق غوسيكلي ومخدوم زاد ألما معناه احنا نخدمه وممتون نخدمه في دي زوتر في ناس اخرين معناه يلزمنا كيف نخمو حتى في الخدمه نحاولوا نخدمه كل ما بعضنا نخمو سوق معناتها ولا. مش نخمو واحد مش واحد وحدين اني باش نخدم بركه لا ناس كل تخدم وناس كل يد الله مع الجماعه يظهر لي هذا اللي يميز البرودوي نتاعك معناتها هالتكنيك هذوما اللي استعملتهم معناتها انك استعملت كوتوسكي ريسيكلي انك استحفظت على الطبيعه من جهه معناتها بالضبط. حاجات باش ما تقعدش ملوحه تنجم نعاودوا نستعملوها ونعملوا بها امبلاج بالضبط. وهي المشكله انه الامبلاج هو سبب في التلويث انت يظهر لي نجموا معناتها نرجعوا الامبلاج هذاك نرسكلوه ونعاودوا نخدموا به بالضبط. وغير هذاك اني تو كيوفة العلبه هذه تعاود ترجعها لي داكورد وتاخذ 10% دو روميز وتاخذ لا دوزيام. ايوه اش معناتها تشجيعات كبيره هذه تشجيعات باش نعاودوا نرجعوا للغوسيكلاج للحاجه اللي هي اصلا معناها وانت تسلمها لشكون يعاود يرسكلها ونعاود يرجعها احنا سورتو عن النحاس خاطر هو سي ان برودوي نوبل نحاولوا نحافظوا عليه اكثر ما يقدروا فما برشا عباد حاطين تصاورهم انه حاطينهم بواتا بيجو وعاملين برشا حاجات معناها سي ديكوراتيف يستعملوا سي ديكوراتيف البرودوي بصفه عامه عملت قام كبيره برشا نقطروا الزيوت نحاولوا نستخرجوا الطين نتاعنا ربي خلقنا من طين واني عملت بخاسك القام كلها بالطين مثلا الطين الاحمر هذا لونه احمر اي تشوفوا في يدك عملته سبيسيالمون للهالات السوداء اللي بين العين لي سيرم علاش على خاطر لارجيل روج فيه الفير والمغنيسيوم باش يحل اكل لي فيسو سونغان اللي هما يعطيو لا كولور هذيك الكحله ايوه مثلا أي؟ فهمت وزدتوا الزيت نتاع التين الشوكيل الويل دو بيبان دو فيك دو بارباري الزيت نتاع الهندي اليوم استعمل برشا ولا توا في الطبيعه احسن زيت توا كي في انتيريد احسن زيت كي في انتيريد يعمل انتي سيرن انتيريد دو زونا ما عادش معناها تخدم على حاجه بركه والزيت هذيا نتاع التين الشوكي من احسن الزيوت توا في العالم اللي هو قاعد يعطي في يعمل في في رواج كبير برشا واللي احنا بلادنا غنيه به معناتها ما نلقاوش اشكاليه ويخدم ويخدم برشا يد عامله لافونتاج نتاعو انه يخدم برشا يد عامله الزيت هذا يخدم برشا يد عامله في الارياف وهذا اللي حاجتنا به احنا في الارياف محتاجين معناتها بالضبط بالضبط مواطن الشغل بالضبط به شنو اللي عندك يا خدمي برودوي برشا دي برودوي مثلا الشامبوان شامبو اللي نستعملوه ديما ونستعملوه ديما احنا برودوي شيميك معناتها برودوي شيميك احنا ايه؟ رجعنا للطين كانوا جدود يغسلوا كان بالارجيل عاودت عطيت الكونسيبسيون نفسها القديمه مي زدتهم مش طفل الطين هو بيدو طفل الطفل هو بيدو الطين سي لارجيل هذه معلومه جديده عليه ما عنديش طاقه هو انواع هو انواع معناها ايوه. سي لا ميم شوز مثلا هذه الغسول الطين المارون معناها الغسول يقولوا له زدتوا شويه زيوت كما زيت جوجوبا اللي خاطر هو الشعر المزيت ينحي الشعره المزيته زدتوا زيت الارغان زدتوا زيت لاموندوز اون كومبوزيسيون دويل اللي يعطي بلوس دو فالور وما يقلقش في الشعره وكي تعملوا تنحي تو سكي برودوي شيميك اخر تستعملوا وحده فوالا تستعملوا وحده للصغار اللي هما مثلا عندهم حساسيه من ماكل اللغات الحكايات هذوكم الكل ينحيوهم كومبليتمون تستعمل هذا حتى صغار اللي بيبي نجموا يغسلوا به 100% معناتها احنا انا عندي بنتي صغيره نشريو معناتها في شامبو ب 30 ب 35 دينار نقولوا باش ما يضرهمش ينجموا يستعملوا حاجه يظهر لي طبيعيه طبيعيه 100% عملت زاد اون جام دو كريم
الكريمات بنخدم الباز نتاعي هي البيغ دو كاريتي. ديما البيغ دو كاريتي احسن حاجه فيها فيتامين او الكونسيرف لو برودوي زاد. عملت باغ اكزومبل هذه سيت اون كريم على كامومي الى الويفيرا. ايوا بالبابونج ولا الويفيرا الصبار. من احسن الكريمات اللي تنحي الاكزيمات على بيز لو فيزاج اللي تري افيكاس باهي برشا حاجه طبيعيه وتعملها كل يوم اون كريم دو باز حتى قبل ما تعمل المكياج نتاعك. تنجم تعملها طبيعيه وتحمي البشره. تحمي البشره على خاطر تو المراه اللي ديما نقولها الحكايه هذه نبشرك معناها. البشره اللي بالخير. المراه اللي تعمل كل يوم مكياج راهو اللي افونسي ا سون اج. ايوه. 10 ans de minimum. اليوم احنا اوبليجي باغ ما باغ اوبليغاسيون بالخدمه لازمنا نعملوا المكياج. هذاك شو حبيت نقول لك. المشاهد يتفرج فينا وهو مرتاح. نعملوا تو سكي زويل اوسي. زيوت طبيعيه زي باغ اكزومبل وين مانسور بالكافي او تي فيرت مثلا تعمل على الفونتر يضعف يعمل انفلوبمون تعمل به شويه جريه تعمل به شويه سبور اللي تري افيكاس ماء الورد اوني ديفيرسيفي عندك برشا حاجات برشا حاجات باهي ان شاء الله باش نلقاوك في المعرض اكيد تلقوني في المعرض في قاعه الاخبار في قاعه الاخبار ان شاء الله حتى 24 ان شاء الله وزيد عندي معرض اخر في نفس البريود ان شاء الله نشارك في معرض الجزائر زيد نشارك في معرض الجزائر نشكر برشا الجزائر اللي قاعدين ياسر يعاونوا فينا يحلونا في البيبان الاخوه في الجزائر بارك الله فيهم بالحق معنا عندهم ثقه كبيره بالضبط الموعد ان شاء الله يكون هوني ومن بعد في الجزائر اكيد اشقاقنا الجزائريين كان يتفرجوا فينا باش يكون موجود بحذاكم ان شاء الله تستنفعوا من الحاجات الحلوه من القام المزيانه هذه مارجولين زاد باريس كيفاه؟ ومن بعد على طول عندنا مارجولين في باريس في باريس صلي على النبي معناتها تبارك الله نقولوا فما نشاط وفما توسع يلزم وهذه حاجه تفرحنا اسم تونسي انه يخرج البلدان هذوما وهذا المطلوب والله هذا المطلوب لو كان كل ارتيزون يعمل مع بعضهم زوز ثلاثه اربعه يلموا بعضهم يعملوا حاجه بركه ويعملوا براند يعملوا اسم يخدموا على اسم يعني اسم صحيح لازم نخدموا على اسم كل واحد يجيب امكانيات وشنو نجم بالضبط. يعمل افكار وبديات ويصنعوا حاجه بالضبط هو لو حتى يخدم بدعيه يخدم جبه يعمل اسم سي هذاك اللي تعرف به اي صحيح هذا اللي ناقص في الارتيزانه نتاعنا انه واحد يعمل طابع وبصمه معناتها بالضبط كيما التومبون يخلي الطابع نتاعو تولي الناس تعرفوا به بالضبط هذا هو ذوق 24 هذا هو ذوق 24 وحضورك معنا ذوق 24 وكل ما عندك ذوق 24 شكرا لك يعطيك الصحه على الحضور معنا ديما الباب مفتوح اكيد ترجعنا في اي وقت تحب عليه ان شاء الله ميرسي بوكو عايشه شكرا لك بعد الشعر وبعد الحرف وبعد الصناعات التقليدية نواصلوا مع الغناء تعرفوا اللي في برنامجنا عنا مساحة لكل ما هو فن تراثي نحاولوا أنها تكون المساحة مش كبيرة برشا لكن نقدموا فيها فنانين اللي قاعدين يخدموا في التراث وفي الجو الشعبي اللي حبوا التوانسة واليوم باش نرحبوا بالفنان عماد أمين أهلا وسهلا ومرحبا بك عماد أهلا وسهلا أختي مرحبا بك أختي ندى الميكرو نعم على بس ميكرو باهي عماد رحبوا بيك ورحبوا بالاولاد اللي معاك اليوم ان شاء الله باش نعملوا شويه جو للعباد اللي قاعدين يتفرجوا فينا هبت نبداو شويه امين نحكيوا على البدايات انت تبارك الله راك عملت كارير كبير عمل انقطاع نتاعك هو اللي خلينا نعملوا نربطوا الماضي بالحاضر انا بدايتي من عام 88 اول ما سجلت معناتها شريط كاسات سابقا عام 88 اي وكانت فيه اغنيه معناتها نجحت في الوقت هذاك في العلالي طارت اش تعمل بعدها والغيره كنت مالت وخانت عهدها وسجلت بعدها معناتها ما يقارب على 13 شريط بارك الله معناتها رصيد بمعدل برصيد لا باس به لا باس به بمعدل كل عام ونص نخرج شريط والحمد لله رب العالمين معناتها صار لي الانقطاع نتاع 11 سنه غربه في سويسرا في جنيف بالتحديد انت الوقت هذاك كنت عايش في تونس انا كنت نعيش في تونس وبعد أيوة. سافرت قعدت 11 سنه لبرا معناتها ما عنديش الوقت الكافي خاطر نخدم غادي بحكم الخدمه وبحكم الظروف وما وفما الاستديو فما معناتها انت ماكش من الناس اللي ماخذ الفن كمهنه معناتها لا والله هو في الاول كان غرام ومهنه مهنه لكن بعد انا عندي مهنه اخرى معناتها خارج على نطاق الفن الحمد لله هي اللي خاولتني باش خدمت لبرا وقعد الانقطاع نتاع 11 سنه معناتها ما لقيتش فيه الوقت الكافي اللي باش نجي نخدم معناتها باش ننسق بين تونس وغادي غنيت غادي في بعض الاحتفالات في الجاليه التونسيه والمغربيه
وغنيت الاغنيه التونسيه زاد معناتها بثيتها ونتشرف معناتها الحمد لله رب العالمين. معناتها غياب طويل خليت برشا عباد معناتها نسيتني معناتها توا باش ان شاء الله يتفكروني وجه جديد اللي ما يعرفني ان شاء الله يتعرف عليه مرحبا فهمتني بهم كل. باهي خلينا نبداو احنا بالغناء ومن بعد نزيدو نحكيو مازلنا باش نحكيو مازلنا باش نحكيو على جديدك والعوده نتاعك للميدان هذيا اللي احنا فرحانين بها برشا ان شاء الله يا ربي موفقه. خلينا الساعه نعملوا الغناء الاولى شنو اخترت باش تسمعني اللي معنا؟ اخترت اغنيه من التراث وديجا سجلتها في شريط توا ما خرجته. تقول شفتوش خديجه يا المحفل شفتوش خديجه شفتوش خديجه سمح المضحك والتبليجه يا المحفل. الله الله هي هات نسمعوها. اوف يا با يا با يا با يا با يا با يا يا با يا نيراني نيراني يما قوية نيراني يما قوية ما يبردها كانش هي هي من يعمل فيا مزية وينعتني على خديجة من يعمل يما فيا مزية وينعتني على خديجة يا ليل يا 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 ليل ليلي يا شفتوش خديجة يا المحفل شفتوش خديجة شفتوش خديجة سمح المضحك والتفليجة يا المحفل شفتوش خديجة يا المحفل شفتوش خديجة شفتوش خديجة سمح المضحك والتفليجة يا المحفل شفتوش خديجة يا المحفل شفتوش خديجة يا المحفل شفتوش خديجة سمح المضحك والتفليجة يا المحفل يا المحفل كل قلبه نهجة
سمح المضحك وانت في لي جاي المحفل شفتوش خديجة سمح المضحك وانت خديجة يا المحفل راني قوية ما يبردها كانش هي يا المحفل راني قوية ما يبردها كانش هي يا المحفل من يعمل فيا مزية ويلعبني على خديجة يا المحفل شفتوش خديجة يا المحفل شفتوش خديجة يا المحفل شفتوش خديجة سمح المضحك وانت فليجة يا المحفل شفتوش خديجة يا المحفل شفتوش خديجة شفتوش خديجة سمح المضحك وانت فليجة يا عماد امين يعطيك صحه على الجو الحلو بارك الله فيك بالنسبه اللي عم تجو معنا في الكواليس بارك الله فيك حد ما عمل جو اكيد راه جمهورنا زاد شيخ على الاغنيه هذيا بالحق اغنيه مزيانه هو متابع اللي يحبوا التونسي متابع التونسي وفيها معناتها الطرز نتاعنا معناتها اللوك التونسي وتراثي وميم طون اي انت ما بعتش على اللي بديت بيه معناتها حتى في العوده نتاعك ما غيرتش المسار لا ما غيرتش غيرت شويه في التوزيع شويه ما بقعدت في الموسيقى تتطور اكيد الموسيقى تتطور لكن الكلام والواحد الروح ديما موجوده تونسيه اي ومعناتها بكلام راقي وبكلام حلو مقبول الاغنيه هذه كلمه شكون؟ هذه الاغنيه من التراث لكن تهذيب لحبيب المحنوش تحيه للشاعر الكبير لحبيب المحنوش باهي قلت لي عملت البوم جديد البوم جديد على البوم جديد بركل معناتها في رصيد باهي من الاغاني فيه رصيد 10 اغاني 10 اغاني قداش خذا منك مده؟ خذا مني برشا وقت أيوة. وبرشا فلوس وبرشا اكيد الفلوس عاد هكا تو اي ان شاء الله يجيب برشا فلوس ان شاء الله ان شاء الله هو الفنان اكيد يخدم الفن خدمته على قاعده ما فيها بيس تجي شويه فلوس ويحط يحرك الامور خدمته على قاعده باش معناتها كرجوع واحد يرجع للميدان تكون رجعه قويه تكون رجعه قويه ومعناتها في المستوى خاطر انا ما تنساش لي انا ما بديتش توا لكن صار لي انقطاع ومو باش نرجع بوجه جديد ومقبول عند الناس ومقبول اكيد تكون معناتها انطلاقه تربط بها النجاح نتاعك ان شاء الله باهي نوعيه الاغاني اللي اخترتها كلها في الجو هذايا لا لا ما عندي اغاني تحكي على الام عندي اغاني تحكي على الغربه عندي اغاني تحكي على الغزل اي معناتها في منوع عملت منوع متنوش منوع باهي شنو اخترت لك اغنيه ثانيه؟ اغنيه ثانيه اخترت لكم ديما حسب بان مشيت على حسب البرنامجنا اللي هو تراثي تراثي ان شاء الله تكون مساحات اخرى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جاي خير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عندي اغنيه اخرى زاد نوع من التراث طالر جاي يا مرادي طار الجاية طالر جاية يا سباية بتعبي وش جاية يا مرادي بيا هذولي كمال قصة خديجة ظهر لي ولا هيت نسمعوها هيت نسمعوها وبعد نزيدوا نحكي شوية إن شاء الله بسم الله الله طال 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 رجايا طال رجايا يا سبايب طابي طابي وشقايا اوف يا با يا با يا با يا با يا با, يا با يا باي طال رجايا يا مرادي طال رجايا يا مرادي طال رجايا يا سبايب
تعبي وشقايا يا مرادي طال شقايا يا مرادي طال شقايا يا مرادي طال شقايا يا سباين تعبي وشقايا يا مرادي
مساج عملتونا هكا شويه شالور في فنزيو اللي ما كانش باش يشطح رقم يشطح متاكده انا تو بالحق رجعه نقول لنا مقبوله ان شاء الله ان شاء الله تكون رجعه قويه هذه ما حبوش ناخذ بلاصه الجمهور امين ما تجيش تحرك على شويه مهرجانات تعرف ان شاء الله تقدم ملفات ما تعرف احنا تقدم ملف قبل بعام ما يعجلكش تقتني العام الجاي ان شاء الله على قريب ان شاء الله قاعد في نحضر في دوسي دو بريس باهي وان بون سي في وسي اي وان شاء الله بعد معناتها نتوكل على ربي نقدم المهرجانات والعروض وال ان شاء الله عماد على كل ابواب ذو قرب 20 ديما مفتوحه بارك الله فيك وابواب الوطنيه الثانيه بصفه عامه احنا ما عندناش راه نوسيون دو ستار ولا عندنا نوسيون تاع اللي يخدم على روحه وعنده بخوت يديه يتفضل بحذانا بارك الله فيك وهذاك اللي طالبين احنا ربي يفضلك اختي نداء يعيشك الله يخليك وان شاء الله في فرصه اخرى نتقابلوا معناتها في مخير وفي ما اكبر ان شاء الله يا ربي في منوعات نتقابلوا وكل جروب اكبر ونعملوا جو اكثر ونشكر اذاعتنا الام الوطنية يعيشك الله يخليك بارك الله فيك يعيشك شكرا لك شكرا لكم الاولاد يعطيكم الصحة نورتونا في البلاتو إذا باش نواصلوا في دوق 24 مانيش باش نساو حكايتنا الزمنية اليوم كالعادة نحكيو حكاية من تاريخ أجدادنا وإلا من عاداتنا وتقاليدنا في روبريك هذه سيزي العابدين بالحارث اليوم جينا كالعادة في حكاية زمنية باش يحكينا على عادة من العادات نتاعنا التونسية اللي مازلنا نحتفلوا بها أهلا وسهلا مرحبا بك سيزي مرحبا بك كل عادة جينا باللبس العربي وبالجو العربي بالقفة التونسية ديما ما يغيبوش في حكاية زمنية اش اخترت لنا اليوم؟ اليوم اش حكينا احنا مرة أخرى حكينا على رأس العام رأس العام نقولوا للتوانسة كل كل عام أنتم معاين بخير بألف خير يا رب إن شاء الله برأس العام عاد باش نواصلوا في نفس الحكاية خاطر رأس العام مربوط واحد محرم مربوط ب بعاشورة بعاشورة عندنا 10 أيام الأولانيين تاع محرم نحتفلوا بعاشورة أيوا اللي فيها زادة عادات وتقاليدها حسب الجهات في تونس بالضبط 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 عاد مش عندنا عادات كبيره في عاشوره عندنا حكايات كبار كبار عاد حكينا المره الاخرى حكينا على رئيس الحلوه اللي نحتفلوا اللي وقت نحتفلوا بهم في نابل في راس العام يعني رئيس الحلوه صحيح عاد جبنا على رئيس الحلوه علاش خاطر فما الناس عروسه الحلوه ذيك يخليوها حتى نهار عاشوره ياكلوها عاد أيوة. جبت لك يصبروا عليها معناتها من القفه مشينا لنابل فهمت ولا اختنا اختنا ايمان عيسى بعثتهم لها باش تجي معنا الجمعه الجايه ان شاء الله ان شاء الله هذه من صناعه مدام فيق الفهري من دار شعبين الفهري هاي العروسه نتاع عروس الحلوه نوريوها فهمتني شفتها كيفاش عروسه مزيانه وملونه فهمتي هذه البنات هذه ما تتهادش باش واحد ياكلها هي شفت هكا راس العام شكلها مزيانه برشا وبعد عندنا زاد خاطر البنات ياخذوا العروسه هذيا اما الاولاد يعملوا لهم حاجه اخرى الاولاد يعطيوهم ام القطوس ايوا فهمتني ولا كيما نقولوا احنا السردوك معروفه فالسردوك هذيك حلوه تو هذه حلوه ياكلوها هي حلوه حلوه عربي نتصورها حلوه حلوه بالسكر وتعمل ما نعرفش كومونيتها كان نهار نجيبوا اختنا فيق الفهري اللي تصنع فيهم نحكي اي اكيد تو نحكي تو نحكيو عليهم بالضبط كيفاش يتصنعوا كل معناتها هذوما عادات تقليد جميله جدا هذوما ياخذوا مع العدد العائله معناتها كل أي في العائله يخرج البول امه يشريوا الحلوه من السوق نتاعها ونهار تاع عاشوراء يكسروا لها راسها وياكلوها هذه من عاداتنا زاد من اهم العادات اللي عندنا في 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 العاشوره العشر ايام يلقطوا احتفاليه راه تقعد احتفاليه من اهم عاداتنا انهم الناس يكحلوا في يكحلوا قبل كنا نستناو عاشوره خاطر صغار ما يخليوناش نكحلوا باش نكحلوا في عاشوره ونساو رجال وكبار وصغار الناس الكل تكحل الناس الكل تكحل ما فماش الكحول على المراه ولا على الراجل هذيك من اهم الاشياء اللي تميزنا في عاشوره فهمتي تلقى كي تخرج للشارع معناتها تلقى الناس الكل مكحله اكيد عندها سينيفيكاسيون لا هي سنه هي سنة هي سنة معروف انه الرسول كان صلى الله عليه وسلم ويوصي بالحكاية بالكحول هو دواء هو دواء معناتها حتى في سير الايام يعني وسان السويك صلى الله عليه وسلم ما يقول حاجة كان فيها منفعة للبشر هذه معروفة صلى الله عليه وسلم وعاشورة صارت فيها برشا احداث هي لما حالق علاش احتفلوا بها صارت فيها برشا احداث جميلة مثلا يقولوا سيدنا موسى مثلا منع ربي من فرعون وغرق فرعون في نهار عاشوره في نهار عاشوره بنى ادم مثلا هبط وقت ربي سامحه وهبطوا الارض نهار عاشوره فهمتني أيوة. سيدنا يونس مثلا ربي خرجوا من كرش الحوت نهار عاشوره الاشياء هذم كل ديما مناسبه مباركه وحتى كي حكيوا للرسول قالوا له هكا قالوا احنا اولى بعاشوره اي نصوموا فيه عاشورة احنا تونس اما كي قال يهودي صوموا فيه قال لا يا سيدي نصوموا تسعة وعاشورة مش نخالفوهم فهمت كيفاش هذه ولتو ملتزمين تو برشا تونس يصوموا تسعة وعاشورة ما فهميش يكحلوا والعادات اللي نعملوهم احنا الاكثريه العادات مركزه على الولاد الصغار
احتفالية خاطر هي احتفالية صغيرة. صغارنا مثلا عندنا في الهليبة اللي يلموا كل شيء الحطب والواحد يحطوه ويشعلوا النار في البطحة وفوق النار وينقزوا فوقه. ومازال هذا سيزين تو مازال موجود؟ تفقد تفقد تفقد, 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 تفقد. موجود. أنا يمكن لحد صغري معناتها نذكر عمري في 7 و8 و9 سنين كنت نشوفهم معناتها هذوما كانوا موجودين يشعلوا النار يظهر لي بشوي بشوي اندثروا في والماكلة الماكلة زدنا عندهم يطيبوا حاجات كما في تقول في راس العام تبو كسكسي بالواحد تبو كسكسي بالدجاج والعظم. ايوه ايوه فهمتني هذه مثلا من خاصية الاكل عندهم. في زاد عندهم في جبس مثلا يشدوا العظم يلونوه الوان احمر واخضر والوان ويفرقوا على الصغيرات فهمتني معناتها في مناسبه فيها برشا حاجات صغيرات تفرحهم. وفي مثلا في الجريد في جريد يخرجوا الصغيرات مع ديما معليش قلت لك الكتاب احنا على الكتاب الكتاب عنده ديما الاختصاص الاحتفالي في الحومه في ديما المدب والولاد صغار في كل احتفال يخرجوا ويعملوا كل الاغنيه نتاعهم يعملوا حاجه كيما كان حتى جبت ما نحفظش خاطر الاغنيه هذاك نتاعهم لا محاله شو محليه مع كلمات مثلا ياخذوا كل القفوف الصغار مثلا ويبداو يدوروا على الديار يدقوا عليهم حتى يعطيهم الفلوس كما قلنا عندنا المهبه في العيد المهبه باهي باهي مثلا فلوس مثلا في فما يشدوا كل قفه صغيره ويبداو يدوروا يدقوا على الديار ويدخلوا على الديار اللي لوح له 100 واللي لوح له 200 هكا يكلموا كل مهبه نتاعهم تبدا قفه صغيره هكا اش يقول عاد يخرج معاهم راجل كبير هكا يدو كل شيء يسميه شايب عاشوره شايب عاشوره شايب عاشوره معروفه عاد يبداو يدوروا في الوحود ويقولوا هذا حوش سيدنا يعطينا ويزيدنا معناتها فهمتني عاد هذا حوش بوم كسر لنا 7 برم معناتها كسر البروم واعطينا الفلوس فهمت ولا كسرنا 7 برم للشقاقات الشقاقات فهمتني بقى اخرى مثلا يغني اغنيه اخرى اغنيه اخرى مثلا يقولوا عاشوره عاشورتي يقولوا عاشوره عاشورتي املي لي دحروتي دحروتي مليانه من ربي شبعانه هذا حوش عمنا يجمعنا ويلمنا هذا حوش خانا يجمعنا ويسلنا قل له حط يدك على النار واعطينا الدينا مش يعطيهم الفلوس ولا يقولوا يا عمي حط يدك في الجيب واعطينا القرشي عاد هو كيكه تبدا حلوه الفازه هاكو كل ما يجوا يدوروا كيكه هذا هي تلحلح بلغه اخرى معناتها اعطينا الفلوس وهاكو كل واحد يبدل يحل الباب يدخلهم الدار يعمل كل خوذه هذيك ويحط كل واحد يحط ويلموا كل الناسات هذوكم هذوم من العادات الحلوين اللي كانوا عندنا في عاشور اللي احتفلوا بهم مظاهر احتفاليه في وكنت موجوده برشا انا بدي خلطت عليهم خلطت الحكايه هذوما موجوده اي تفقدت لا محاله خاصه لكن انا قاعدين نذكروا بها احنا هذيك واجبنا ما نجموش نذكروا بها ما عادش نجم ما نصورش انا ما فصل النار انا خلطت عليها ما عادش تصورها ترجع ولا نصور على طريق جمعيات يمشي يحيوا ليزيفينمون هذوما نهار عاشوره تخرج جمعيه كل جمعيه في ولايه وتعمل كل حاجه هذيك ما تصورش ماشي يخش عليها يعملوا عليها جو يعملوا عليها جو خاطر هي راهي تقطعت بحكم انه معناتها البومه ورثهاش ما حثش عليها صغيرات وعملوا هكا في عاشوره كما كنا احنا نعملوا لكن ان شاء الله ترجع على طريق هياكل على طريق جمعيات وبشوي بشوي تمشي لعامة الشعب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذه حكيتنا زمني هذه حكيتنا زمني حلوه وكل عام واحنا حيين بخير بالف خير يا رب الله ان شاء الله كل عام وانت بالف خير عايش. وكل ضيوفنا في ذوق 24 بالف خير هكا وصلنا الختم تحصتنا اليوم في ذوق 24 اكيد انا باش نواصلوا في تشجيع الصناعه التقليديه في تشجيع كل